أعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. في هذه الحلقة سنتناول فيها مراجعة على البيولوجية الجزيئية، وهي حلقة ممتدة لمدة ساعتين. نتناول فيها الجزء الأول، هي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالفصل الأول عن الدي إن إيه والمعلومات الوراثية، وإن شاء الله في الساعة الثانية تكون متعلقة أسئلتها بالفصل الثاني، خاصة اللي هو بالار ان ايه او الاحماض النووية الريبوزية، بالاضافة لتخليق البروتين والهندسة الوراثية. في بداية الحلقة برحب بالاستاذة امل منير، خبير الاحياء بوزارة التربية والتعليم. اهلا وسهلا استاذة امل. اهلا بيك استاذ حسن. النهاردة المراجعة تعتبر مراجعة مثمرة جدا، لان فيها مجموعة من الاسئلة، ده بالاضافة ان احنا نفتح التليفون للطلبة، عشان كده نقدر نحط لهم رقم التليفون اللي ممكن يتصلوا بيه علينا، اللي هو 02-25-75-61-87. ده الرقم اللي ممكن تتصلوا بينا، وإن شاء الله أي أسئلة واقفة قدامكم نجاوبها لكم، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة ليكم. أستاذ أمل، البيولوجية عليها تقريبا 16 درجة، 8 على الفصل الأول و8 على الفصل الثاني، لكن يتميز الفصل الثاني على الفصل الأول بأنه يتضمن بعض الجزئيات تعتبر موضع أسئلة مستويات عليا، عشان كده دايما نهتم باسئله المستويات العليا اللي في الفصل الثاني، اللي دايما اللجنه الفنيه بتبقى متجهه نحوها في كل الامتحانات السابقه. أكيد. فعشان كده ان شاء الله يكون في معانا مجموعه اسئله متنوعه على الفصلين. السؤال الاولاني بيقول: اكتب المصطلح العلمي. ودي نوعيه اسئله اتمناها ان انتوا ما تخطئوش فيها ابدا، بيبقى فيه من 4 إلى 5 عبارات موجوده عندكم، قد يكون منها عبارات اختياريه، يعني ممكن يجي السؤال وبعدين يقول لك اجب عن احد السؤالين، ويبقى السؤالين كلاهما مصطلح علمي، فاكيد انت في الوقت القصير اللي انت ممكن تعمله ممكن تكتب المصطلحين، مفيش مشكله. السؤال الاولاني بيقول: كائنات حيه لديها دي ان ايه من النوع الدائري. طبعا دي اوليات النواه. طيب السؤال الثاني بيقول: وحده بناء جزيئ الدي ان ايه. طبعا النيوكليوتيدا. السؤال الثالث بيقول: نوع من الطفرات يرجع سبب حدوثه إلى التأثيرات البيئية التي تحيط بالكائن الحي. دي الطفرات التلقائية. التلقائية. سؤال آخر بيقول: اكتب المصطلح العلمي. تغير مفاجئ في طبيعة بعض العوامل الوراثية يؤدي إلى تغير صفات معينة في الكائنات الحية. الطفرة. تعريف الطفرة. طب لو قلنا جزيئات دي إن هي صغيرة دائرية توجد في بعض أنواع من البكتيريا. ده البلازميد. تعريف البلازميد. انزيم يكون باضافه نيوكليوتيدات جديده لجزيء الدي ان ايه عند تضاعفه، اكيد بيضيف نحو الطرف 3 شرطه. طبعا ده انزيم البلمره. انزيم البلمره. طيب نوع من الطفرات يلعب دورا مهما في عمليه تطور الاحياء. الطفره التلقائيه برضه. التلقائيه. مجموعه غير متجانسه من البروتينات التركيبيه والتنظيميه اللي بتدخل في تشكيل الكروماتين. دي البروتينات الغير هيستونيه. بروتينات غير الهيستونيه. طفرات تحدث نتيجة تغير كيميائي في تركيب الجين. دي الطفرة الجينية. الطفرة الجينية. بروتينات تلعب دورا رئيسيا في التنظيم الفراغي لجزيء الدي ان ايه داخل النواة. دي البروتينات الغير هستونية التركيبية. غير هستونية تركيبية. نوع من الفيروسات يتطفل على البكتيريا ويتكون من دي ان ايه وغلاف بروتيني وذيل. ده الفاج او البكتيريوفاج. التفاف الدي ان ايه حول مجموعات الهيستون في الصبغ. النيوكليوسوم. النيوكليوسوم. نوعيه اخرى من الاسئله اللي هي برضو بنعتبرها اسئله سهله، تخيل الاجابه الصحيحه. وفي البوكليت هيبقى عندك الاربع بدائل، كل بديل له حرف الف ب ج د، بتظلل حرف الاجابه الصحيحه، ظلل اولا بالرصاص، وعندما تتاكد بالاجابه ضيف عليه القلم الجاف او اكد عليه بالقلم الجاف. اوعى تظلل اجابتين وتسيبهم، لأن يعني تظليلك لإجابتين حتى لو كان أحدهما إجابة صحيحة في هذه الحالة هتحصل على صفر. عشان كده بنقول بلاش إن إحنا نختار اختيارين. طيب لو اخترت الاختيارين عليك أن تشطب أو تلغي إحدى الإجابتين. تمام. نيجي للسؤال. عدد أنواع النيوكليوتيدات اللي بتدخل في تركيب الدي إن إيه؟ هل هما 2 4 6 8؟ كم تكون عدد أنواع النيوكليوتيدات اللي بتدخل في تركيب الحمض النووي دي ان ايه؟ 4. وطبعا أربعة. ده بيختلف على حسب نوع القاعده النيتروجينيه اللي شايلها نيكلوتيدا. طب لو شلنا السؤال ده وغيرناه، عدد انواع النيكلوتيدات التي تدخل في تركيب الاحماض النوويه؟
ساعتها هنقول 8، ليه؟ لان ما نقدرش نقول ان النيوكليوتيد اللي شايله الادينين مثلا في الدي ان ايه زي اللي شايله الادينين في الار ان ايه، لان السكر اختلف في الدي ان ايه عند سكر وبالتالي تبقى ديوكسيراجوزي النيوكليوتيد اختلف، بالظبط، يبقى 4 خاصين بالدي ان ايه و4 خاصين بالار ان ايه. يبقى في 8. بعض الطلبه ممكن تقول 5. لا 5 لو قال لي عدد انواع القواعد النيتروجينيه، حدد لي قواعد اهو، يبقى 5. تمام. العالم الذي نجح في فصل ماده التحول البكتيري وتحليلها كان اسمه ايه؟ افري عندنا ومعاونه. جريفيز وإيفري، وعندنا فرانكلين وواتسون وكريك، مجموعه علماء مهمين جدا في البيولوجيه. طبعا إيفري هي العالمه التي او العالم العالم اللي اللي نجح في فصل فتح. ماده التحول البكتيري. يرجع الفضل في الكشف لولب او حلزون دي ان ايه خلال صور تشتت اشعه اكس، كان الفضل لمين؟ هل واتسون وكريك ام فرانكلين ام إيفري ام هيرشي وتشيس؟ فرانكلين. فرانكلين. طيب تعتبر لقيمات البكتيريا هل هي فيروسات ام بكتيريا ام فطريات ام طحالب؟ تصنف الى اي نوع من انواع الكائنات دي؟ لقيمات البكتيريا فيروسات، بس مادتها الوراثيه دي ان ايه، لكن هي مادتها فيروس. وراثيه، صح. اذا كانت نسبه الاجينين في جزيئه الدي ان ايه 18% فنسبه الجوانين تكون هل هي 18 ام 82 ام 32 ام 68؟ 32%. 32، لان طبعا الادينين 18 يبقى اكيد الصايمين زيه 18 يبقى مجموعهم 36. عشان كده لما اطرح 36 من 100% يطلع لي 64، على الاثنين يبقى 32. وال 64 دول نصيب طبعا الجوانين والسيتوزين، يبقى كل واحد منهم بنسبه 32%. انا بحلل ليه اخترت 32%. تعال نشوف سؤال اخر بيقول تعمل الروابط الهيدروجينيه في جزيئه الدي ان ايه على، هل ساعدت على ازدواج الدي ان ايه ام ثبات تركيب الدي ان ايه ام حمايه المعلومات الوراثيه اللي تحملها جزيئه الدي ان ايه ام جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. جميع ما سبق، لان الروابط الهيدروجينيه عملت ساعدت. كل ده. يطلق على الانزيم اللي بيحلل جزيئ الدي ان ايه تحليلا كاملا اسم بلمره، راب، ديوكسرايبونيوكليز، لولا. ديوكسرايبونيوكليز. وعايزين ناكد للطلبه ان التحليل الكامل يعني تحليل جزيئ الدي ان ايه الى وحداته الاساسيه وهي النيوكليوتيدات. ولازم تبقوا عارفين ان هذا الانزيم لا يؤثر لا على الار ان ايه ولا يؤثر على الا البروتين. لا يؤثر ايضا على البروتين، فهو متخصص في تاثيره على الدي ان ايه. الانزيم الذي يعمل على ثبات المعلومات الوراثيه في جزيئ الدي ان ايه، مين اللي ساعد على الثبات؟ هل البلمره ساعد على ثبات المعلومات الوراثيه ام الرب ام اللولب ام ديوكسرايبونيوكليز؟ انزيم الربط، لان دوره كان اصلاح العيوب، عيوب الدي ان ايه لما كان بيستبدل النيوكليوتيد التالفه باخرى سليمه من نفس النوع. عندنا سؤال اخر بيقول الانزيم الذي يضيف نيوكليوتيدات جديده لجزيئ الدي ان ايه عند تضاعفه هو، هل البلمره ام الربط ام اللولب ام ديوكسرايبونيوكليز؟ البلمره هو اللي بيضيف نيوكليوتيدات. يتضاعف الدي ان ايه وهو على صوره نيوكليوتيدا، كروماتين، نيوكليوسوم، صبغ. طبعا النيوكليوسوم عشان توصل له الانزيمات الخاصه بتضعف. طبعا بيكون في حاله مفككه، مستوى من التكف من التفكك يسمح بوصول انزيمات التضاعف إليه، وتقدر نواه الخليه تستوعب هذا الجزء المفكك. طبعا مش ممكن يكون كل الصبغ بيتفكك في وقت واحد، لان بعض الطلبه بيقولوا برضه حتى لو اتفكك في شكل نيوكليوسومات برضه ما يقدرش يستوعبه نواه الخليه. بنرد عليهم نقول التفكك بيتم على مراحل وليس كاملا، يعني لا يتفكك الصبغ كاملا في صوره نيوكليوسومات، ولكنه يتفكك على مراحل وكل مرحله تبدا فيها التضاعف. ممكن تبتدي من تفكك من نقطه معينه هي بدايه التضاعف، وبعدين يتحرك في الاتجاه ده ويتحرك في الاتجاه ده. تمام. عندنا سؤال اخر بيقول يحتوي شريط الدي ان ايه على 150 قاعده نيتروجينيه، فكم عدد نيوكليوتيدات اللي بتوجد في هذا الشريط؟ هل هم 450 ام 300 ام 150 ام 50؟ برضه 150. قال لي نيوكليوتيدات، قال لي قواعد، قال لي مجموعات فوسفات، 150. تعتبر مين مسؤولة عن ضم جزيئات الدي ان ايه الطويلة لتقع في حيز نواة الخلية؟ هل هي الكربوهيدرات ام اللايبيدات ام البروتينات ام الهرمونات؟ البروتينات هي المسؤولة عن ضم جزيئات الدي ان ايه.
بنوعيها طبعا. تمام. في نهايه هيكل السكر فوسفات لاحد اشرطه الدي ان ايه بتتصل مجموعه الاو اتش بذره الكربون رقم كام؟ اخر نيكلوتيد متصل الاو اتش بذره رقم كام؟ 1 2 3 5 3 3. عشان كده اصبح طرف شريط الدي ان ايه يرمز له بثلاثه شرطه. العمليه التي تتم بواسطتها تغير سلاله معينه من البكتيريا الى سلاله اخرى تسمى هذه العمليه الانتقال، التحول، التضاعف، النسخ. بتسمى التحول. التحول، ودي كانت مقصود بيها تحول سلاله البكتيري ار الى سلاله اس. اس. لا يحتوي الكروموزوم على سيتوزين، يوراسيل، جوانين، أدينين. لا يحتوي على يوراسيل، اليوراسيل خاص بالار ان ايه، والكروموسوم ده دي ان ايه ليس ار ان ايه. تمام. يعمل انزيم الربط على الروابط، اشتغل انزيم الربط، اشتغل على روابط هيدروجينيه فقط ولا تساهميه فقط ولا هيدروجينيه وتساهميه ولا ببتيديه؟ بمعنى احنا عارفين عشان برضو الطلبه بيقولوا لي هل انت اللي تقصد انزيم الربط بوجه عام ولا انزيم الربط اللي بيتم في عمليه ربط قطع الدي ان اي اثناء التضاعف ولا اصلاح عيوب الدي ان اي؟ ايا كان الوظيفه هل بيشتغل على اي نوع من الروابط؟ بيشتغل على رابط هيدروجينيه وتساهميه. لانه عندما يستبدل نيكلوتيدا اكيد بيستبدل نيكلوتيدا تالفه باخرى سليمه، فبيحتاج يعني يربطها بروابط تساهميه لكم الهيكل، وفي نفس الوقت يبدا تتزاوج مع القاعده اللي تتزاوج بالروابط الهيدروجينيه. كمان في بعض الحالات اللي ممكن تنشا الروابط الهيدروجينيه دون الحاجه الانزيمات، لان مجرد تقارب القواعد النيتروجينيه من بعضها بيتكاملوا تنشا الروابط الهيدروجينيه. يشبه في ذلك قطرات الماء لما بيحصل تكثيف لجزيئات الميه وتتحول من الحاله البخاريه الى حاله سائله وقطرات. هو ده في الحصل، في اللي حصل ايه؟ ان تكونت روابط هيدروجينيه على الرغم عدم توافر ايه؟ على الرغم من عدم توافر الانزيم. كل اللي حصل تقاربت جزيئات البخار من بعضها وانخفضت درجه الحراره فنشات روابط هيدروجينيه. وان كان في الدي ان ايه الروابط الهيدروجينيه كسرها يتطلب انزيم. يعني كسرت الروابط الهيدروجينيه في اكثر من موقع، كسرت الروابط الهيدروجينيه لما استخدمنا انزيمات الكسر كانت بتكسر روابط تساهميه وايضا هيدروجينيه، وبالتالي دي ايضا انزيم اللولب لما كان بيتحرك بين شريطي الدي ان ايه كان بيكسر روابط تساهميه، اسف كان بيكسر روابط هيدروجينيه فقط. ايضا انزيم ديوكس ريبو نيوكليز كسر هذا الانزيم كان بيكسر روابط تساهميه بين النيكلوتيدات وبعضها وهيدروجينات بين النيكلوتيدات والمتكامله او القواعد وبعضها. يبقى ده عشان نقول دور كل انزيم في عمليه كسر نوع الرابط. اما تكوين الروابط التساهميه فتحتاج لانزيم، لكن تكوين الروابط الهيدروجينيه قد تحتاج وقد لا تحتاج لانزيم. كل مما ياتي من البريميدينات عدا سيتوزين، يوراسيل، ادينين، ثيمين. الادينين. الادينين. سؤال علل لما ياتي، وتعال نشوف اول عباره من عبارات اسئله التعليلات. ترتبط الهيستونات بقوه بجزيء الدي ان ايه في صبغيات حقيقيات النواه، ما سبب الارتباط القوي ما بين الدي ان ايه وجزيئات الهيستون؟ البروتينات الهيستونيه بتحتوي على حمضين امينيين اسمهم الارجينين واللايسين. الاحماض دي بتحتوي على مجموعه الالكايل الموجبه في البي اتش العادي للخليه اللي هترتبط بقوه مع مجموعه الفوسفات السالبه موجب وسالب تجاذب كهربي، فده بتنشا الرابطه القويه بين الشحنات الموجوده على الهيستونات والموجوده على الدي ان ايه. كان يعتقد ان البروتين وليس الدي ان ايه هو الماده الوراثيه في الكائن الحي، كان ايه سبب الاعتقاد ده؟ الاعتقاد سببه انه يدخل في تكوين البروتينات 20 نوع من الاحماض الامينيه، فاذا علمنا ان البروتينات تختلف فيما بينها حسب نوع وعدد وترتيب الاحماض الامينيه وايضا في عدد سلاسل عجيدات البيبتايد والروابط الهيدروجينيه، هذا يؤدي الى تنوع هائل من البروتينات يتناسب مع التنوع الهائل من الصفات الوراثيه. بينما جزيء الدي ان ايه عند تحليله تبين انه يدخل في تركيبه اربع انواع من النيكلوتيدات هي الادينين والجوانين والسيتوزين والثيمين، وبالتالي سيكون التنوع
بين الأربع أنواع هنا أو باستخدام الأربع أنواع سيكون التنوع أقل من تنوع البروتينات. سؤال آخر فعلل: التغير في التركيب الكيميائي للجين يؤدي لحدوث طفرات جينية. طبعا التغير في التركيب الكيميائي معناه ان انا بدات اغير في ترتيب القواعد النيتروجينيه المكونه للجين، فبالتالي غيرت نوع الشفره، فغيرت نوع الحمض الاميني، فغيرت نوع البروتين اللي بينتج عنه، فقد يؤدي الى تحويل الجين من سائل لمتنحي او العكس. المهم تكون عندي طفره جينيه عشان هي نتجت نتيجه اختلاف ترتيب وانواع القواعد النيتروجينيه المكونه لشفره هذا الجين. بيتعين فك الالتفاف والتكدس قبل أن يعمل الـ DNA أو الـ RNA، آسف، قبل أن يعمل جزيء الـ DNA كقالب لبناء الـ RNA، يعني سواء كان هيتضاعف الـ DNA سواء كان هيعمل كقالب الـ DNA لبناء الـ RNA، ده مفهوم السؤال. هنا لما أجي أقول بقى ليه بيتعين فك الالتفاف والتكدس؟ عشان أضمن وصول انزيمات التضاعف الثلاثة إلى جزيء الـ DNA لتضاعفه أو لنسخ الـ RNA منه. ظاهرة التعدد الصبغي أقل شيوعًا بين الحيوانات. طبعا بين الحيوانات، لان تحديد الجنس مهم جدا في الحيوان، وتحديد الجنس في الحيوان بيتطلب توازن دقيق بين عدد الصبغيات الجسميه او الذاتيه وبين عدد الصبغيات الجنسيه، ولكن في بعض التضاعفات موجوده بس في الكبد والبنكرياس، لكن الطبيعي ما ينفعش لان ده بيأثر في تحديد الجنس ولمسناه ده في بعض الحالات الشاذه. سؤال اخر بيقول: يتعذر اصلاح عيوب تحدث في نفس الموضع على شريطي DNA وفي نفس الوقت. يتعذر إصلاح عيوب تحدث في نفس الموضع على شريط الدي ان ايه في نفس الوقت. الإجابة: وذلك لعدم وجود قالب سليم يتم على أساسه إصلاح القالب الآخر. ده هو المهم، إنه القاعدتين ما يتلفوش في وقت واحد. على اللي ما يأتي: يكون أحد شريطي الدي ان ايه في وضع معاكس للشريط الآخر. طبعا ده بيتيح الفرصة ان القواعد النيتروجينية تكون للداخل فيسهل ارتباطها بالروابط الهيدروجينية بشكل سليم. يبقى الازدواج هنا ازدواج جزيء الدي ان ايه مهم جدا، وعشان يزدوج يبقى لازم يكون القواعد بارزة للداخل فترتبط ببعضها بروابط هيدروجينية. تلعب انزيمات الربط دورا هاما في الثبات الوراثي للكائنات الحية. ايه دور انزيمات الربط في الثبات الوراثي؟ دورها الاصلاح، فتعمل انزيمات الربط على استبدال كل نيوكليوتيدة تالفة بنيوكليوتيدة اخرى سليمة من نفس النوع، وذلك بناء على النيوكليوتيدة في الشريط المكمل له. سؤال اخر استاذ امل بيقول: تلعب الروابط الهيدروجينية دورا هاما في ثبات جزيء الدي ان ايه. طبعا الثبات الوراثي هنا مقصود به الروابط الهيدروجينيه، حصل ارتباط بين قاعده الادينين والثيامين وقاعده الجوانين بالسيتوزين، يعني هنا عملنا الارتباط بين الشريطين، فبالتالي لما بيحصل اي خلل في اي شريط يبقى في قالب اخر يتم على اساسه الاصلاح، فده ساعدنا على وجود الثبات لجزيء الدي ان ايه. عندي سؤال اخر بيقول: المحتوى الجيني للسلمندر يعادل 30 مره المحتوى الجيني الانسان، ومع ذلك ينتج بروتين اقل. اولا لا توجد علاقه بين كميه الدي ان ايه في الخلايا ودرجه تعقد الكائن بالبروتين، وبالتالي تبقى الاجابه المحتوى الجيني للسلمندر يعادل 30 مره المحتوى الجيني للانسان، ومع ذلك ينتج بروتين اقل، لان اجزاء كثيره من الدي ان ايه في السلمندر بلا شفرات للبروتين. تمام؟ طيب برضو استاذ امل، احيانا السؤال بيقول له علاقة بالرقي، هل في علاقة ما بين كمية الدي ان ايه في الخلايا ورقي الكائن الحي؟ طبعا لا، مفيش علاقة، لان زي ما احنا لسه قايلين حالا ان ممكن يكون عنده كمية دي ان ايه كبيرة ولكنه لا يعتبر كائن راقي، لان كمية الدي ان ايه التي لا تحمل شفرة عنده بتكون بكم كبير. الفيروسات سريعة الطفرات، ليه الفيروسات سريعة الطفرات؟ لان اغلبيه الفيروسات مادتها الوراثيه ار ان اي، والار ان اي ده شريط مفرد، فبالتالي اي تغيرات بتحصل فيه لا يتم اصلاحها، فبالتالي بيكون اكثر عرضه للطفرات. عندنا سؤال اخر: تتضاعف كميه الدي ان اي قبل ان تبدا الخليه في الانقسام. السؤال علل ومعناه لماذا؟
لماذا تتضاعف كمية الدي ان ايه قبل ان تبدأ الخلية في الانقسام؟ لضمان ان تحصل كل خلية ناتجة عن انقسام على نفس كمية الدي ان ايه الموجودة في الخلية. هنا مهم جدا ان تتساوى كميات الدي ان ايه في الخلايا الناتجة عن الانقسام، وهذا لن يحدث الا بتتضاعف كمية الدي ان ايه. مش كده تملي في درس التضاعف؟ اطلب من الطالب انه يجيب عن 4 اسئلة، وهي اين ومتى وكيف ولماذا. اين يتضاعف؟ اكيد لو كان اوليات نواة هيكون في السيتوبلازم، ولو كان حقيقيات نواة التضاعف هيتم داخل النواة. ومتى؟ في بدء كل او في بداية كل انقسام خلو. ولماذا؟ لكي تحصل كل خلية ناتجة على نفس كمية الدي ان ايه الموجودة في الخلية الاصلية. والسؤال الاخراني كيف؟ اللي احنا قلناه قبل كده باستخدام انزيمات لولب والبلمرة والربط. سؤال اخر بيقول علل وجود البروتينات غير الهيستونية في تركيب جزيئ الدي ان ايه في حقيقيات النواة، ولم يذكر هل هي تركيبية ام تنظيمية. يبقى بالتالي لازم نذكر الاثنين، طالما قال بروتينات غير هيستونية هقول له اصلها مجموعتين من البروتينات او نوعين من البروتينات، فمنها التركيبي ومنها التنظيمي. والبروتينات الغير هيستونية التركيبية دي بتعطينا الشكل الفراغي للجزيء، والبروتينات الغير هيستونية التنظيمية بتحدد لنا شفرة الدي ان ايه هتستخدم في بناء ايه، تحدد لي او تنظم لي عمل الشفرة، هل هي شفرة لبناء انزيم ام هرمون ام ار ان ايه. فبالتالي محتاجين الاثنين سواء كانت تركيبية او تنظيمية. سؤال اخر، علل وجود مناطق على جزيء الدي ان ايه لا تحمل شفرات وراثية. لازم اقول مكانها مع اهميتها. صحيح انا بقول هنا لماذا، لكن لازم اقول ان وجودها عند الحبيبتان الطرفيتان لكل صبغي اجزاء دي ان ايه بلا شفرات، وذلك تعمل على ثبات التركيب الصبغي او التركيب الكيميائي للصبغ. ثبات الصبغيات مهمه جدا ان تكون الاجزاء الطرفيه منها بلا شفرات اللي هي اطراف الدي ان ايه. الجزء الثاني برضو وفي بدايه كل جين. ليه؟ عشان تعمل كاشارات يبدا من عندها نسخ الار ان ايه. سؤال اخر بيقول تعتبر حالتي كلينفيلتر وترنر طفرات صبغيه وليست طفرات جينيه. والسؤال هنا لما يجي للطالب لازم يبرر ليه هي صبغيه فيكلم ليه صبغيه، ولازم يبرر دي هي مش جينيه. كلينفيلتر وترنر دي طفره صبغيه لان الخلل حدث في عدد الصبغيات، ففي حاله كان الفلتر زاد عندي بمعدل صبغ، في حاله ترنر نقص عندي بمعدل صبغ، اذا اختلاف عدد الصبغيات اذا هي صبغيه. ولكن الطفرات الجينيه بتنتج نتيجه خلل في ترتيب القواعد النيتروجينيه المكونه للجين، وده لم يتوفر في الحاله اللي معانا، يبقى دي طفره صبغيه وصبغيه كمان عدديه. معايا احمد من الجيزه. احمد السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد؟ الحمد لله كويس. ايه عندك من اسئله احياء عايز تسالنا فيها؟ اولا عندي استفسار حضرتك في موضوع التفرد ده. اتفضل. يعني التفرات الفيروسيه هو مش عارف اغير القواعد، اذا غيرت التفرات الفيروسيه؟ ايوه. مالها؟ انا غيرت القواعد دلوقتي. انت غيرت القواعد اللي موجوده على الفيروس، تمام. ايوه. يبقى انا غيرت تركيب الجينات، غيرت البروتين اللي هينتج. زي تمام. يعني ما كده هبقى غيرت اعراض المرض والكلام ده. طيب ده سؤالك يا احمد، سؤالك التاني. هو انا عندي استفسار بس يا دكتور. اتفضل يا احمد. هو انا دلوقتي يعني ما بحلش اللي هو على اسمه ايه ده؟ على البوكليت بالنظام الحديث، انا بحل امتحانات قديمه، هل ده كويس ولا احل البوكليت؟ بص انا نصيحتي للطلبه في الفتره اللي دلوقتي اللي هي خلاص انت بتشتغل اسبوع بالكتير وهتبتدي في العربي، فنصيحتي ليك في هذه الفتره ان انت بتراجع نص كتاب الوزاره، ما كتب نصا في كتاب الوزاره، لان انت اصبحت متعلق باجابات قد تكون من افواه معلمين او كتب خارجيه، بس برضه محتاج من وقت لاخر ترجع للنص المدرسي لربما تكون بعدت عنه كتير. نمره 2 ان انت لازم تبتدي تحل امتحانات كامله، يعني حتى لو ما كانتش على شكل بوكلت مش مهم، بس يكون الامتحان مثلا جه في مصر سنه مثلا 210 2010 2012 2015 او امتحانات ميسره ليك من اي جهه اخرى او موجوده على مواقع الوزاره.
تحل امتحان كامل وتقيم نفسك لان انت كبير. تمام. فتقدر تقول لا انا دي غلطت فيها، يبقى انا غلطت ليه؟ ارجع للكتاب واقارنها بيها. طب يبقى انا غلطت اصلح الخطا واذاكره، يعني ما امتحنش وخلاص، لازم اعمل عمليه تقييم للموقف اللي انا موجود فيه، وهل انا عندي قصور في جزء معين ولا لا. لكن مش اكتر من اسبوع من دلوقتي يا احمد او 10 ايام، عشان عايزك تبعد خالص عن الاحياء والفيزياء والكيمياء وكل هذه المواد، ويكون تركيزك في المواد التي تمتحنها في رمضان. اشكرك يا احمد وربنا يوفقك. احمد بيفسر تفسير او بيفكر تفكير العلماء مش الطلب. بيقول دلوقتي انتوا لما بتقولوا طفرات حدثت في الفيروس وحدث تغير في بعض القواعد وده امره بيتم فيتغير البروتين، احنا بنقول مش دايما بيحدث التغير، مش دايما. صحيح الانسان بيطلب فيه 5000 قاعده نيتروجينيه فيه، لان الانسان من اكثر الكائنات تعرضا لظروف حياته. الفيروس عاده خارج الجسم في حاله من السكون الاقل تعرضا لهذه الظروف دي كلها، وبالتالي صحيح هو ما بيتعرضش لعوامل تغير. بس سالت سؤال، طب لو تغير قاعده نيتروجينيه لاي سبب من الاسباب، فرصه اصلاحها تمثل 25% أكيد. كاصلاح سليم و75% اصلاح غير سليم. اذا الناس مش متخيله برضو ان مش كل الفيروسات او الفيروسات اللي ار ان ايه اللي بتتعرض لعوامل حدوث الطفرات، لكن لو كانت الامور حواليه لا تستدعي حدوث التلف مش هيحصلها تلف، مش كده؟ ممكن يبقى فيروس مادته الوراثيه ار ان ايه وعنده فتره طويله من الثبات الوراثي نظرا لعدم وجود الظروف التي تؤدي الى ايه؟ الى هذا التلف. وان حدث ما زال هناك فرصه للاصلاح الجيد يا احمد. ليه؟ الاصلاح الجيد بنسبه الربع قلنا، لان هو لما يجي يستبدل النيكلوتيد التالفه باخرى سليمه، هفترض ان هي كانت التالفه قاعدتها ايه؟ في كم احتمال؟ ممكن يحط التي او الجي او السي او اليو، اسف مش فيش تي الايه عشان ده ار ان اي يبقى يوراثي. خلاص فيحط قاعده نيتروجينيه مكان اللي ايه التالف، مع الاخذ في الاعتبار ان الار ان اي ما فيهوش صايمين ولكنه يحتوي على يوراثي. تلفت الاجينين، يبقى لما يتلف الاجينين في احتمال ان تكون النوكليوتيد المستبدله اجينين. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، طب تغير البروتين. ايوه سيتغير البروتين بدليل ان بعض الفيروسات يتغير الانتيجين الموجود على سطحها وهو يمثل ايضا بروتين. اذا قد يغير من شكل الغلاف اللي بيصنعه الفيروس نتيجه تغير في البروتين. ده هو اجابه احمد. ناخد اميره. اميره من هنا. اميره ازاي؟ تمام الحمد لله مستر، عاملين كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا مستر. قولي لي ايه سؤالك؟ اختر تبدا الخلايا الليمفاويه. تبدا الخلايا الليمفاويه البائية المنشطة بواسطة ها الخلايا التائية المساعدة نشاطها. ده موضوع انشا يا أميرة. ماشي. بانقسام الأجسام المضادة ولا الانقسام والتضاعف؟ تبدأ نشاطها بالانقسام والتضاعف ولا انتاج الاجسام المضاده ولا انتاج الخلايا البلازميه او انتاج الخلايا الذاكره انتاج الخلايا الذاكره. ماشي يا اميره. عندك حاجه تاني؟ اختر برضه يا مستر. اختر بس ما تكتبيش موضوعات انشا. اختر. حاضر. قولي. الخليه التي تنقسم الى نوعين الخلية الليمفاوية البائية ولا البلعمية الكبيرة أنا محترف الاثنين دول يعني. طيب أشكرك يا أميرة. في ثانية يا مستر اختر. ده آخر سؤال؟ طيب قولي اختر. هو في واحد ثاني يذكر مكان وظيفة بس. طيب ماشي. أولا يتحدد نوع الحمض الأميني الذي يرتبط بجزء تي ار ان اي على
الشفرة الوراثية للدي ان ايه، الشفرة الوراثية للدي ان ايه، ولا مضاد الكودون للتي ار ان ايه، مضاد الكودون تي ار ان ايه، ولا كودونات الام ار ان ايه، ولا كودونات الام ار ان ايه. اخر سؤال ليكي يا اميره، مكان وظيفه. ماشي، ما مكان وظيفه الخمالات الاصبعيه؟ الخميلات الايه؟ الخمالات الاصبعيه. الاصبعيه؟ اه يا بابا، ده وصف الحاجه مش اسم عضو، ده وصف. لا احنا جايبين كده سؤال مكان وظيفه. حاضر، هجاوبها لك، بس عاده لما يجي في امتحان بيجي اسم العضو نفسه، ما بيجيش الوصف بتاعه، ان انا اكون اوصفه ان على شكل خميلات او خملات، شكلها شكل صوابع، ده انا بوصف شيء ما، لكن انا هقول لك اللي انت عايزاه. اشكرك يا اميره على اتصالك، ونجاوب لها في الدقيقتين اللي جايين دول. اختر تبدا الخلايا الليمفاويه البائيه المنشطه بواسطه الخلايا التائيه المساعده، نشاطها بالانقسام والتضاعف، ولا انتاج اجسام مضاده، ولا انتاج خلايا بلازميه بائيه، ولا انتاج خلايا بائيه ذاكره؟ لا طبعا بتبتدي بالانقسام والتضاعف. اول حاجه بتعملها هي الانقسام والتضاعف. ليه؟ عشان تزود العدد، وبعد ما تنقسم وتتضاعف يحصل تتميز. يعني ايه تتميز؟ يبقى بائيه بلازميه وبائيه ذاكره. وبعد ما تتميز في المرحله الثالثه تبتدي البائيه البلازميه تنتج اجسام مضاده، ده الترتيب اللي بيتم. السؤال الثاني بيقول استاذه امل، اختر الخلايا التي تنقسم الى نوعين، هل هي الخلايا الليمفاويه البائيه ولا البلعميه الكبيره؟ مين اللي انقسمت لنوعين؟ الليمفاويه البائيه طبعا. طبعا هتنقسم بائيه بلازميه وبائيه ذاكره. السؤال الثالث بيقول اختر يتحدد نوع الحمض الاميني الذي يرتبط بجزيء التي ار ان ايه على، هل على الشفره الوراثيه للجي ان ايه؟ مفيش حاجه اسمها شفره على جي ان ايه، اسمها جين. هل على مضادات الكودون اللي على التي ار ان ايه، ودي الاجابه الصحيحه، ولا على كودونات الام ار ان ايه؟ ارتباط التي ار ان ايه بالحمض الاميني اولا قبل ان يذهب به الى الام ار ان ايه، يبقى الام ار ان ايه هنا لسه ما كانش ليه دور، فالتي ار ان ايه يحمل حمض اميني حسب مضاد الكودون، وبعدين مضاد الكودون هو اللي هيروح يتعرف على الكودون اللي بيتكامل معه على الام ار ان ايه. السؤال الاخير لاميره، كانت بتقول لي اذكر مكان وظيفه الخملات الاصبعيه، وهذا الوصف لم يوصف به سوى المشيمه، فالمشيمه كانت عباره عن خميلات اصبعيه، بيبقى مكانها في بطانه وجدار الرحم، ده المكان والوظيفه. المشيمه لها عده وظائف، منها واحد نقل الغذاء المهضوم والاكسجين من دم الام الى دم الجنين مرا بالحبل السري، نمره اثنين تخلص الجنين من الفضلات الاخراجيه وثاني اكسيد الكربون ونقله الى دم الام، نمره ثلاثه افراز هرمون البروجسترون بدءا من نهايه الشهر الثالث او بدايه الشهر الرابع ليظل الجنين داخل الرحم. ممكن اقول ان المشيمه تلعب دورا يهدد حياه الجنين، لكنها ليست وظيفه، ولكنها قدرت ان هي تنقل بعض الامراض الوراثيه مثل الفيروسات اللي بتتنقل من دم الام الى دم الجنين، او بعض المواد المخدره وبعض المواد الضاره من دم الام الى دم الجنين بشكل غير مقصود او بشكل عفوي. بشكر اميره، ومن قبلها كنت بشكر احمد من الجيزه. عندنا سؤال، طيب قبل ما نبتدي سؤالنا تاني ناخد عبير من الدهليه. عبير ازيك؟ عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب، بعد اذنك عندي استفسارات. قولي لي ايه سؤالك الاولاني؟ إيه بيقول فسر ماذا واحد فسر سبب كل مع ذكر اعراض المرض. فسر سبب ايه؟ كل من مع ذكر اعراض المرض. كل من مع ذكر اعراض المرض. عندنا إيه كذا حاله. لا هي حاله واحده بس، هي ده بس. طب مفيش مشكله. ها. عدم انتظام دوره الطمس عند فتاه سن ال 20. عدم انتظام دوره الطمس عند فتاه في سن ال 20، في عمر او في سن ال 20 سنه. هو انا السؤال ده عندي ليه احتمالات كتير، فانا مش عارفه اساسا هو عايز انهي حاجه. طيب انا ما عنديش مانع ان انا اسمع اجابته منك يا عبير، واصلح لك اذا كان في اخطاء، او اقول لك برافو عليك. ماشي، هو احنا ممكن نقول ان هو في عندها خلل في الافرازات الهرمونات الجنسيه اللي هي بتطلب من الغده النخاميه، زي مثلا الاس اس اتش والام اتش،
ممكن كمان نقول ان هو افراز يعني بتاعت قشره الغده الفضليه اللي هو عند حدوث خلل في توازن الهرمونات المشابه للهرمونات الجنسيه. تمام، انا فعلا بشكرك عبير، انت اجابتي اجابه كامله وسليمه علميا، والاكثر فيها اللي انت قلتيها اللي هي عدم انتظام افراز الهرمونات اف اس اتش والال اتش اللي بتفرز من الفص الامامي للغده النخاميه، فعلا هي سبب تنظيم دوره الطقس. احيانا بيبقى في افرازات تؤثر في قشره الغده القذريه، ولكن لم تذكر في كتاب الوزاره ان الخلل في افراز هرمونات قشره الغده القذريه الهرمونات الجنسيه مفيش ما ذكر في الكتاب ان لها تاثير على مين؟ على انتظام دوره الطمس، مش كده؟ لكن اللي انت تقدري تستنتجيه وبكل سهوله ان لولا اف اس اتش كان افرز في ميعاده السليم ما كانش هتنمو حويصله جراف، وطالما مش هتنمو حويصله جراف يبقى ان شاء الله مش هيبقى في استروجين، فاذا تعطل افراز الاف اس اتش او تاخر او حدث خلل في موعد افرازه هو او ال اتش سيؤدي ذلك الى عدم انتظام دوره الطمس. اشكرك يا عبير على تحليلك الرائع. ثانيه واحده، نسيت سؤال تاني. لما اجيب لي مثلا جزئي ام ار ان اي وكاتب لي قبل الطرف ثلاثه اللي هو من الاخر اللي هو قواعد ميتولوجينيه ادينين كاتبهم سته، هو انا اعتبرهم دي ادينين؟ بص يا عبير، لما يديكي ام ار ان اي ويوجد في ام ار ان اي عدد من قواعد الادينين وانت بالنسبه لك عامله لك مشكله، هل الادينين ده يقصد بيه الذيل ولا الادينين ده كل ثلاث قواعد تمثل قدون؟ امتى اجيب على السؤال ده؟ ابص هل يوجد قدون واقف؟ فدائما ذيل عديد الادينين لا ياتي الا بعد قدون واقف. خلاص؟ إذا وجدت قدون واقف ما بعد قدون الواقف، أي عدد من الإهاب هي تعتبر ديل عديد الأدينين ولا يمكن تعتبر شفرة وراثية. لكن لو ما فيش قدون واقف، أنا ما لقيتش قدون واقف، هعتبر كل ثلاثة إيه يمثلوا شفرة، حتى لو عندي 99. لو عندك 99 حرف إيه أوعي تتخمي وتعتبريهم ديل. ليه؟ لأن الديل شروط، شرطه أن يسبقه قدون واقف. تمام. خلاص كده طمنتي؟ لما هو يبدأ يحط زبدة الكربون ثلاثة وعليها شرطة، بيحطها قبل زين الأجنسين ولا بعده؟ أنا ما سمعتش كويس. ثلاثة شرطة أنا كتبتها، يعني تمام. هي بتتكلم ثلاثة شرطة، ثلاثة شرطة بيبقى قبل الزيت. يعني أنا بكتب خمسة أي يو جي وبعدين التتابع وبعدين يو إي إي مثلا أو أي قدون واقف وثلاثة شرطة وبعدين الزيت. طيب افهمك بقى حاجه تاني، ان هذا التتابع من الذيل لا ينسخ اثناء نسخ الام ار ان اي من الدي ان اي، اخر قدون ينسخ هو قدون الوقف على الام ار ان اي من المكمل له على الدي ان اي ويكون بلا ذيل. اذا خلاص له طرفين اهو خمسه وله طرف ايه؟ ثلاثة. بعد ما يتم عمليه النسخ وقبل ان يخرج الى السيتوبلازم وهو ما زال في النواة، يبتدي يعمل ليه عديد الأدينين اللي هو الذيل المكون من حوالي 200 قاعدة من الأدينين. طب واستفسار ثاني معلش حضرتك، آخر استفسار يا عبير، آخر استفسار. طب ماشي، أما يقول لي مثلا ارسمي قطع عضلية في حالة انكبار، هو احنا قطع عضلية في حالة انكبار واحنا عندنا اللي هو كثيف انقباض الرفه العضليه، لما هو يرسم لنا واحده في حاله انبساط واحده في حاله انقباض، وهو رسم لنا رفه عضليه او ليفه عضليه، المهم ان هو مش رسم قطع، القطع العضليه في غزال خطين، هو مكمل خيوط الرسم من الجنب، انا لما يجي يقول لي ارسم القطع العضليه في حاله انقباض، ارسم من الجنب خيوط الرسم ولا اشيلهم؟ لما تيجي ترسم خليه قطع عضليه في حاله انكبار، ترسم خيوط الميوسين اللي بعد كده اللي بعد حروف زد ولا تلتزم بالزد بس والقطعه اللي جواها؟ ترسمي نفس القطعه اللي موجوده في كتاب الوزاره بالظبط، نفس رسمه القطعه، وبعدين انت عايزاها في حاله انقباض قربي خيوط الميوسين من قربي خيوط الاكتين من بعضها، عايزينها في حاله انبساط بعدي خيوط الاكتين عن بعضها، لكن تلتزمي بنفس المواصفات من خيوط زد وعلى اليمين نص اللي بيسموها
بقيه المنطقه المضيئه. النص المضيئه. يعني انت لازم تكون النص ده واضح والنص ده واضح. بس هو بيقول قطع عضليه في السؤال، عادي اقسمها يعني؟ بس كده ضعيفه عضليه. عايز رسم ولا عايز ايه؟ مش فاهم انا، مش فاهم يا عبير عشان الصوت مش واضح قوي في التليفون. عايز اقسم قطع عضليه مش ضعيفه عضليه، فانا لو رسمت المنسيه من الجنب هتبقى ضعيفه عضليه، ولا اقسمها شبه كتاب الوزاره وخلاص؟ زي مكتب الوزاره وخلاص. زي كتاب الوزاره. زي كتاب الوزاره وخلاص. ماشي ماشي، شكرا. اشكرك عبير. بعد اذن حضرتك بس طلب صغير. اتفضلي. إيه بعد اذنك، لو هتبقى في مثلا مواعيد مراجعه غير الاعتياديه ممكن نبقى نقول عليها في الحصه عن الميعاد الحصه الجايه، علشان انا اوقات ما ببقاش متابعه كويس يعني على النت كده. حاضر يا عبير، اوعدك في نهايه الحلقه اقول لك مواعيد الاربع القادمه هتكون جاي ان شاء الله، وكل سنه وانت طيبه يا عبير. حضرتك عندنا سؤال اخر بيقول تختلف البروتينات رغم تشابه الوحدات البنائيه لها، احنا جاوبنا حالتين كلينفلتر وترنر مش كده؟ طيب تختلف البروتينات رغم تشابه الوحدات البنائيه لها؟ هتختلف من حيث ثلاث نقط، اولا هتختلف من حيث اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامنيه المكونه للبوليمرات او المكونه للسلاسل البيبتيديه. ثاني حاجه هتختلف على اساس عدد البوليمرات او عدد السلاسل البيبتيديه المكونه للبروتين. ثالث حاجه هتختلف من حيث الروابط الهيدروجينيه التي تعطي البروتين شكله الخاص. عندنا سؤال اخر بيقول فسر، وعايز برضه اعود طلبه من كلمه علل وفسر عشان بيختلفوا عليها قوي. علل معناها اذكر السبب، معناها كلمه لماذا. فسر معناها كيف. فسر رغم ان هناك الاف التغيرات التي تحدث لجزيء الدي ان ايه كل يوم، الا انه لا يستمر منها كل عام الا 2 أو 3 فقط في الدي ان ايه بتاع الخليه. طبعا ده بيرجع لوجود 20 نوع من انواع انزيمات الربط المسؤول عن اصلاح التلف او اصلاح العيوب في الدي ان ايه، فتتعرف على النيوكليوتيدة التالفه وتستبدلها باخرى سليمه في وجود القالب للشريط المكمل لها. عشان كده لازم يتوفر عندي او الخلل يحصل في احد الشريطين والشريط الاخر يظل سليم ليعمل كقالب لبناء الشريط او لبناء النيوكليوتيدة الهالك او التالفه. امال مين بيستمر بقى سنتين ثلاثه؟ اللي هيستمر بقى لو حصل الاثنين بقى، لو حصل التلف في كلا الشريطين في نفس الوقت وفي نفس المكان، هنا ده اللي هيدوم له الثبات، لان انزيم الربط لا يستطيع هنا في الحاله دي لا يستطيع التعرف على القالب. ولو ان برضه نقدر نقول ما عنديش قالب، بس زي ما حضرتك اشرت من دقائق في الفيروسات في اصلاح، بس ممكن نقول نسبه الاصلاح هنا عندي بنسبه الربع، لان هو ممكن برضه يحط القاعدتين اللي فيهم المشكله وممكن يحط ثلاث بدائل اخرى، يعني برضه نسبه الاصلاح عندي بمقدار الربع. سؤال اخر بيقول للبروتينات غير الهيستونيه دورا مهما داخل النواة، واحنا عرفنا ان البروتينات غير الهيستونية نوعان، بروتينات غير هيستونية تركيبية وبروتينات غير هيستونية تنظيمية. فالتركيبية يرجع اليها الى تكثيف النيكلوسومات الى الكروماتين ويصبح او تعطي للصبغ شكلا في الفراغ. اما التنظيمية فهي التي تحدد للجينات او للدي ان ايه اذا كان سيعمل على انتاج ار ان ايه وبروتين ام لا. هنا سؤال اخر بيقول تؤدي بعض الطفرات الى تغيرات مرغوب فيها في الحيوان مع ذكر مثال. ممكن تؤدي الى طفره مرغوب فيها لو كانت الطفره دي ادت الى ان يحصل حاجه شكليه افضل، او مثلا يزيد في معدل الاخصاب او التكاثر او هكذا. وعندي طبعا مثال انكن، سلالة الأغنام أنكن، وكلنا عارفينها إن السلالة ديت أو الأغنام دي كانت رجليها طويلة وكانت تقدر إنها تنط من على سور الحديقة فتتلف المزروعات، وظهر السلالة الأغنام دي كان رجلها صغيرة ومقوسة ما قدرتش إنها تتسلق سور الحديقة فتتلف المزروعات، فاعتبرها اللي بيرعاهم في الحالة دي اعتبرها إنها صفة مرغوبة، ولو إنها غير مرغوبة شكلا، لكن مرغوبة بمعنى تاني أو مرغوبة بشكل غير مباشر انه ما قدرش يتسلق سور الحديقه ويتلف المزروعات، فعمل على اكسار هذه الصفه. يبقى اذا كانت التغير ادى الى صفه مرغوب، صفه كويس يستفاد منها، الكامل. فهو اعتبرها انها بالنسبه له مفيده على اعتبار انها جنبته المشاكل، وان السلاله دي اطلق عليها اسم سلاله انكن. برضه في عندي فسر حدوث ظاهره الضعف الصبغي في الكائنات الحيه، بمعنى كيف تحدث أو يحدث التضاعف الصبغي. يحدث التضاعف الصبغي في حالتين اتنين، عدم انفصال الكروماتيدات أثناء الانقسام الخلوي يؤدي إلى حدوث تضاعف صبغي، وأيضا السبب الآخر عدم تكون غشاء فاصل بين الخليتين
البنويتين أو الناتجتين عن الانقسام. عدم تكون هذا الغشاء يؤدي إلى تضاعف صبغي لهذه الخلية. يفقد حوالي 5000 قاعدة بيورينية كل يوم من الدي ان ايه الموجودة في الخلية البشرية. ده السؤال ده كان قبل اكتشاف الموبايل. طبعا ممكن يفقد او بيحصل الفقد ده نتيجه ايه؟ نتيجه اختلاف في درجه الحراره، لان الحراره العاليه ممكن تكسر الروابط التساهميه، ممكن يكون نتيجه البيئه المائيه، نتيجه تعرض لبعض انواع الاشعاع، نتيجه بعض المواد الكيميائيه، كل الحاجات دي تؤدي الى حدوث هذا الخلل. ولكن طبعا الحمد لله ان في عندنا 20 نوع من انواع انزيمات الربط تصلح الهالك ده. وطبعا مع الموبايل اصبح الموضوع العدد بقى فظيع يعني اكيد اتضاعف. ندى ازاي؟ ندى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ندى؟ الحمد لله انا كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيب. قولي لي ايه المطلوب؟ حضرتك قلت سؤال في اول الحلقه اللي هو عدد انواع النيكلوتيدات الداخله في تركيب الاحماض النوويه 8. تمام. انا مش فاهمه، انا برضو كنت هقول 5 زي ما امل قالت. مش فاهمه ليه 8. طيب نبتدي نقول الدي ان ايه فيه 4 انواع من النيكلوتيدات: ادينين، جوانين، سيتوزين، سايمين، مش كده؟ وفي نيكلوتيدة 5 اللي انت حافظاها بقى اللي هي اليوراسيل بالنسبه للار ان اي، وكنت عايزاهم يبقوا 5 لما انت فاهمه. هل نيكلوتيدة الادينين في الدي ان اي هي نفس نيكلوتيدة الادينين في الار ان اي؟ لا، هنا نوع السكر ديوكسريبوز، هنا نوع السكر ريبوز. اذا ما اقدرش احسبهم الاثنين نوع واحد. وبالتالي يبقى انا عندي 4 انواع من نيكلوتيدات في الدي ان اي وعندي 4 انواع في الار ان اي، ولا يمكن يتشابهوا لمجرد ان هم متشابهين في نوع القاعده او متشابهين في مجموعه الفوسفات. فعشان كده يبقوا 8. 8 ليه؟ ادينين، جوانين، سيتوزين، سايمين بتوع الدي ان ايه، وادينين وجوانين وسيتوزين ويوراسيل بتوع الار ان ايه. تمام. فهمتيهم ليه؟ تمام. هو ليه العديد الادينين؟ قاعده الادينين دي برضه هي نفس النوع ولا نوع تالت؟ نعم. دي العديد الادينين مجموعه من النيكلوتيدات اللي موجوده فيها مرتبطه بقاعده الادينين وهي غير قابله للترجمه، ما بتترجمش، ولانها لا تمثل شفره، بالاضافه ان بيسبقها قدون وقف فبيمنع وصول وحدات الريبوسوم الى الديل لعمليه الترجمه. انا قصدي اقول هي نوع يعني ولا نوع؟ نعم؟ مختلف. قصدي اقول هي نوع الادينين اللي في نفس الادينين اللي موجود في النيكلوتيدات السابقه. شكرا. العفو. شكرا يا كندا. شوف سؤال بيقول: فسر ماتت بعض الفئران عندما حقنها جريفيث بمزيج من سلاله البكتيريا اس المميته والمقتوله حراريا مع سلاله بكتيريا ار غير المميته. لان هنا حصل عمليه تحول بكتيري، فانتقلت الماده الوراثيه من السلاله اس المميته الى السلاله ار الغير مميته، فبدات تحول الدي ان ايه بتاعها الى صالحها، يعني تحولت السلاله ار الى السلاله اس المميته. والدليل على ده انه لما بدا يفحص دم الفئران اللي ماتت او بعض الفئران اللي ماتت لقى فيهم السلاله اس مش السلاله ار، يبقى ده نتيجه ان ايه؟ حصل تحول بكتيري نتيجه انتقال الماده الوراثيه من السلاله اس الى السلاله ار، فحولتها الى السلاله اس وتناسلت وتكاثرت وبدات تؤثر بنفس تاثيرات السلاله اس ادت الى موت الفئران. عندنا نوعيه اخرى من الاسئله بعنوان: ماذا يحدث في الحالات التاليه؟ ولما يجي لك السؤال بهذا الشكل يقول لك ماذا يحدث في الحالات التاليه، تكتب النتيجه وتفسر ليه حدثت هذه النتيجه. السؤال الاولاني: معامله الماده النشطه المسؤوله عن تحول بكتيري بنزيم ديوكسي ريبونيوكليز. طبعا ده ادى الى تحلل الدي ان ايه تحليلا كاملا، فده اثبت لنا في التحول البكتيري لان ما تمش تحول بكتيري في حال معامله الماده النشطه بالانزيم ده، فده اللي كان اكد اللي قلنا عليها بقى التجربه الحاسمه اللي اكدت ان الدي ان ايه هو الماده الوراثيه وليس الار ان ايه. مارينا من سوهاج، ازيك؟ ازيك يا مستر، اخبارك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا مستر، ربنا كده يعني عايز الان بخير. قولي لي ايه الاخبار؟ عندي معلش يا مستر اسئله. أسئلة؟ طب قولي. في أول سؤال اللي هو اختر. اختر. عدد الروابط. عدد الروابط البيبتيدية. البيبتيدية الموجودة. الموجودة في بروتين. في بروتين ناتج من جين. ناتج عن إيه؟ ناتج من جين. ناتج من جين. هو البروتين ما بيتكش من جين، هو البروتين بيجي من شفرة ام ار ان ايه، والشفرة ام ار ان اللي جاية من جين.
بس معاك يعني مفيش مشكلة. من جيم بي 270 دي 270 نيكلوتيدا نيكلوتيدا هيساوي الاختيارات نقول بقى الاختيارات ها اول واحد 90 90 بعد كده 45 45 44 44 43 43 السؤال الثاني عدد الأحماض الأمينية عدد الأحماض الأمينية الموجودة الموجودة في بروتين في بروتين مكون من 30 مكون من 30 رابطة بيبتيدية رابطة بيبتيدية هو الاختيارات 61 61 ولا 60 60 ولا 31 31 ولا 30 30 وهنا عندي برضه سؤال تاني بس بقت حصة قاملة كده يا مريم ماشي حاضر ماشي ما دور السؤال التالت قولي ما دور حمض ار ان ايه حمض ار ان ايه الناقل في عملية تخليق البروتين انا هنا دي انا عارفة الاجابة بس هو مشكلة انا مش فاهمها يعني امال انت بتمتحنيني ولا ايه لا انا هنا عارفاها بس انا كنت فاهمها يعني ماشي خلاص كده مارينا لا معلش سؤال تاني اخر حاجة اخر سؤال ماشي هنا بيقول لي ما الخلايا المفرزة البروتين الليمفوكينات وما أهمية هذه البروتينات أشكرك يا مارينا اسمعيني بقى من وأنا هنا قلتها وأنا برضو هنا جاوبتها بس لما جاوبتها اتلقيت في الإجابات مكتوبة هنا إن هو جايب أهمية اللي هو الخلايا التائية المثبطة فهو المفروض هنا عايز يعني الأهمية بتاعت البروتينات نفسها عايز اسم الخلايا والأهمية حاضر ماشي اشكرك يا مارينا مارينا كان السؤال الأولاني بيقول اختر عدد الروابط البيبتيدية الموجودة في بروتين ناتج من جين بي 270 نيكلوتيدا لما يبقى في 270 نيكلوتيدا في الجين وهو على كلا شريطي الدي ان ايه يبقى كل شريط ب 135 نيكلوتيدا 135 نيكلوتيدا وكل شريط من شريطي الدي ان ايه في 135 نيكلوتيدا هنسخ زيهم على الام ار ان ايه يبقى اصبح عدد نيكلوتيدات الام ار ان ايه 135 يعملوا لي كام كودون اقسم على 3 يبقى كام 45 كودون 45 كودون يمثلوا لي كام كودون لحمض يميني وكام كودون واقف 44 طبعا يبقى عندي 44 كودون يمثلوا شفرات لاحماض امينيه يعني 44 حمض اميني موجودين هنا 44 حمض اميني يبقى عدد الروابط بين كل حمض اميني والمجاور له رابطه بيبتدي يبقى ناقص واحد 43 يبقى الاجابه 43 رابطه بيبتديه يا مريم السؤال الثاني عدد الاحماض الامينيه الموجوده في بروتين مكون من 30 رابطه بيبتديه عنده 30 رابطه بيبتديه يبقى عدد الاحماض الامينيه 31 حمض اميني السؤال بتاع مارينا اللي بعد كده ما دور التي ار ان اي في عمليه تخليق البروتين قلنا دوره نقل الاحماض الامينيه الى موقع تخليق البروتين وادخال الحمض الاميني المناسب او ادخال الحمض الاميني الى مكانه المناسب في سلسله عجيد البيبتايد اخر سؤال مين الخلايا المفرزه للبروتين الليمفوكينات طبعا التقس الخلايا التائيه المثبطه او الكابحه واهميتها علشان تنظم لي درجه الاستجابه لكن انا هنا عايزه اتكلم انها بتثبط الاستجابه المناعيه في حال الشفاء من المرض عن طريق انها توقف الخلايا الباقيه عن تكوين اجسامها المضاده وتوقف الخلايا تي اتش وتوقف الخلايا تي سي اي وقفت الاستجابه المناعيه في حال نجحنا في مقاومه الميكروب يبقى بالاجابه على اسئله مارينا نكون قد وصلنا لختام الجزء الاول من الحلقه هنخرج لفاصل قصير اوعى تمشوا احنا قاعدين هنكمل معاكم ان شاء الله الجزء الثاني من الحلقه مراجعه الفصل الثاني من الجي ان اي 5 دقائق كده او جزء فاصل قصير ونعود مره اخرى. مره ثانيه وعوده من جديد لمراجعه الجزء الثاني من الحلقه لكن طبعا في البدايه لازم اقول كل سنه وانتم طيبين وايام سعيده يا رب وشهر كريم على الكل ان شاء الله كده نكون
دعوة كريمة لطلبة الثانوية العامة في هذه الأيام المباركة للنجاح والتفوق بإذن الله. سؤالنا الأول بيقول تخير الإجابة الصحيحة مما يأتي. السؤال بيقول يقع على الكروموزوم الحادي عشر جين البصمة ولا فصائل الدم ولا الأنسولين ولا الهيموفيليا؟ الإجابة تبين الحادي عشر الأنسولين. يبقى الأنسولين هي الإجابة الصحيحة. لنا سؤال آخر بيقول التتابع اللي يصلح لعمل إنزيم نسخ عكسي هل هو التتابع CTCG ولا ACGT ولا CTTG ولا CAUC؟ CAUC لأن أنا بدور على حاجة فيها يو عشان تبقى RNA. تمام، وطبعا الثلاثة التانيين ما ينفعوش عشان فيهم تي. ثيامين. طيب نشوف الإجابة أو السؤال الثالث بيقول يتم بناء الريبوسومات في حقيقيات النواة في النوية ولا الشبكة الإندوبلازمية ولا الميتوكوندريا ولا كل ما سبق؟ احنا هنبني الريبوسومات فين؟ هنبني الريبوسوم في النوية. في النوية مش كده؟ في بعض الخلايا فيها النواة بتاعتها أكثر من نوية، وزيادة عدد الأنوية هنا الهدف زيادة إنتاج من الريبوسومات لأن بتبقى مطلوب من الخلية إنتاج قدر كبير من البروتين. عندنا سؤال آخر بيقول يتم بناء بروتينات الريبوسومات بقى مش تكوين الريبوسومات، وأنا تفرق السؤال ما بين تكوين الريبوسوم وبناء بروتين الريبوسوم. بيتم بناء الريبوسومات اللي هي البروتين بتاعها في النوية ولا في السيتوبلازم ولا في السيتوسول ولا في أعراف الميتوكوندريا؟ بيتم طبعا في السيتوبلازم، أي نوع بروتين أيا كان نوعه بيتم تخليقه في السيتوبلازم حتى لو كان هيشارك لي في تخليق الريبوسوم في داخل النواة. عندنا سؤال آخر بيقول يرجع اختلاف الأحماض الأمينية فيما بينها إلى الروابط البيبتيدية ولا مجموعة الأمين ولا مجموعة الألقايل ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق. اختلاف الأحماض الأمينية الألقايل. طبعا مفيش طبعا البروتين هو اللي كل ما سبق. خلاص كده متفقين الألقايل طبعا. يبقى الإجابة هي الألقايل بتختلف من حمض أميني إلى آخر. تمام. تقع جينات فصائل الدم على الكروموزوم رقم هل هو 8 ولا 9 ولا 11 ولا 23؟ فصائل الدم على الكروموزوم رقم 9. امال 8 عليها ايه؟ 8 البصمه. مهم جدا نبقى عارفين السؤال ده لانه انا شايف ان هو سؤال سهل. محفوظين 8 البصمه، 9 فصائل الدم، 11 انسولين والهيموجلوبين، 23 عمل الوان والهيموفيليا. المره دي السؤال اللي كانت جاوبته مقدما يعني باثر راجع كده الاستاذه امل اللي هو تختلف بقى البروتينات فيما بينها حسب ترتيب الاحماض الامينيه ولا عدد الاحماض الامينيه ولا نوع الاحماض الامينيه ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق بقى اكيد المره دي كل ما سبق. عدد الاحماض الامينيه المتكونه من ترجمه ام ار ان اي بيكون من 180 نيكلوتيدا، في 180 نيكلوتيدا على الام ار ان اي يطلعوا لي 180 حمض اميني ولا 179 ولا 60 حمض اميني ولا 59 حمض اميني؟ الاجابه واضحه 59. طيب نشوف ندى الاول وبعدين نكمل، بس ندى المره دي من اسيوط. ندى ازيك؟ ندى اين انت؟ طب كل سنه وانت طيب. ندى مفيش صوت. طيب ممكن تتصلي بينا يا ندى مرة تاني إن شاء الله ونسمع أسئلتك ونجاوب لك عليها. لحين عودة ندى عندنا سؤال بيقول عدد قلناه 59، بس كنت عايز أستاذ أمل نفسره إزاي 59 مع إنه 180 نيكلوتيد؟ 180 نيكلوتيد وأنا عارف إن الشفرة ثلاثية أو القدونات ثلاثية طبعًا، يبقى أنا هقسم 180 على 30 على 3 هيطلع معايا 60، شلت واحد وقف يبقى 59. تمام كده. عندنا سؤال اخر من اختيار متعدد بيقول مضاد الكودون اللي في تي ار ان اي اللي بيحمل حمض الميثونين هو اي يو جي يو اي سي يو جي اي يو اي سي؟ اليو اي سي. اليو اي سي. تمام. الميثونين ده بما انه معروف للكل فلازم اكون حافظ له ثلاث حاجات بالظبط، التتابع اللي ورا المحفز اللي هو التي اي سي. تمام. التتابع اللي ورا المحفز يبقى اللي هو
الثلاث نيوكليوتيدات بتوعه الموجودين على الدي ان ايه اللي اتنسخ منه شفرته اللي هو تي سي، وشفرته على الام ار ان ايه اللي هي اي يو جي، ومضاد كودون اللي هيشيله يو اي سي. مهم جدا. عندنا سؤال: من البروتينات اللي توقف تضاعف الفيروسات، كولاجين، انترفيرون، انسولين، كرياتين. سؤال آخر: عديد بيبتايد بتكون من 25 حمض أميني، أقل عدد من النيوكليوتيدات المكونة للـ mRNA تكون كام؟ وأنا حاطط السؤال ده عشان الناس تقارن ما بين كلمة استخدام كلمة أقل عدد. عندنا إحنا عندنا هنا 25 75 وعندي 28 و46. بما إنه هو 25 حمض أميني يبقى كام نيوكليوتيدا على الأقل؟ يبقوا 75 على الأقل، ولو مش على الأقل يبقوا 78. ينتهي عمل إنزيم النسخ العكسي بإيه؟ على جزيئ الـ mRNA بالطرف 3، كودون الوقف، كودون البدء، كل ما سبق. بكودون البدء. بكودون البدء، انتهى عمل إنزيم النسخ العكسي بكودون البدء. طبعا لان برضه عشان الطلبه برضه كانت بتسال في الجزئيه دي، ليه احنا قلنا كودون البدء؟ لان انا عارف ان كودون البدء عند الطرف 5 وكودون الوقف عند الطرف 3، فلما يجي انزيم بالمر يشتغل عشان ينسخ هيبدا يتحرك من اول فين؟ عشان ينسخ انزيم النسخ العكسي اصلا هيبدا يتحرك منين؟ من 3 عشان يبني الجديد في اتجاه 5، يبقى انا هبدا من 3 انا عند كودون الوقف راح في اتجاه 5 يعني عند كودون البدء، يبقى انا هبني بكودون البدء. علي لما ياتي. السؤال الاولاني: وجود انزيم النسخ العكسي في الفيروسات اللي محتواها الجيني ار ان اي. طبعا اكيد علشان تحول مادتها الوراثيه من ار ان اي الى دي ان اي، وبالتالي تقدر انها تتناسل وتتكاثر في داخل الخليه عن طريق استخدام الدي ان اي بتاعك، يبقى هو بتدخل تكسر او تحول نفسها من ار ان اي الى دي ان اي. عشان تكون نفسها دي ان اي جديد فتستطيع انها تتكاثر وتنمو داخل الخليه. يبقى الخطوه الاولانيه هتتنسخ تتحول مادتها الوراثيه من ار ان اي الى دي ان اي باستخدام انزيم النسخ العكسي اللي كونه ليه خليه العائل نفسها، وده هيبقى في السيتوبلازم، وبعدين لما يوصل للنواه هيبتدي يكون الشريط الذي يتكامل معه من خلال نيوكليوتيدات النواه مكونا شريط تكامل معه من دي ان اي باستخدام انزيم بالمرت هذه الخليه العائل. والخطوه الثالثه انه هيلتحم مادته الوراثيه التي اصبحت دي ان اي مع الجي ان اي لخلية العائل، فكلما انقسمت الخلية انقسم معها أو تضاعفها. تختلف البروتينات عن بعضها البعض، وده سؤال سهل جدا وتكرر: لاختلاف نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية وعدد سلاسل عديدات البوبتايد ونوع أو روابط الهيدروجين اللي موجودة عندي. على وجود ذيل من عديد الأدين في نهاية الـ mRNA. الذيل ده بيحمل mRNA من التحلل بفعل إنزيمات السيتوبلازم. في جزئية الدي ان ايه بيعتبر كل تضاعف نسخ وليس كل نسخ تضاعف. طبعا جزئية الدي ان ايه بيعتبر كل تضاعف نسخ وليس كل نسخ تضاعف. كل تضاعف نسخ، لان كل مره بيحصل فيها تضاعف للدي ان ايه او تضاعف لشريطي الدي ان ايه يبقى انا بنسخ كلا الشريطين كاملا. التضاعف هو عباره عن نسخ كلا الشريطين، هيتنسخ الشريطين نسخ كامل، يبقى التضاعف ممكن اقول عليه نسخ. لكن هل النسخ اقدر اقول عليه تضاعف؟ لا، لان النسخ قد يحدث في احد الشريطين، او النسخ قد يحدث في قطعه او جزئيه من شريط او جين معين من احد الشريطين، فبالتالي مش بالضروره او ما ينفعش ان انا اقول كل نسخ تضاعف، لكن كل تضاعف نسخ. وكده يبقى لازم اميز بين التضاعف وبين النسخ وبين الاستنساخ. اعزائي الطلبه، نخرج لفاصل قصير ونعود نستكمل مع بعض حلقه اليوم. مرة تانية وعودة لحلقة المراجعة على البيولوجية الجزيئية، وكنا واقفين عند سؤال بيقول: بعض الكودونات لا تعبر عن حمض أميني. لأن أنا عندي ثلاث أنواع من كودونات الوقف، اللي هو اليو إي إي واليو إي جي واليو جي إي، ودي لا تمثل أحماض أمينية. اللي هي كودونات الوقف. ينفع أسميها شفرات؟ لا طبعًا. الأفضل ما تطلقش عليها شفرة. الأفضل، إن أصل كلمة شفرة معناها أنا بتكلم عن حمض أميني أو بتعبر عن حمض أميني، وهي لا تمثل حمض أميني. عندي سؤال آخر بيقول: تعدد وظائف انزيمات الربط. طبعا هو تفسير اكتر منه تعليل، بس مفيش مشكله. احنا عندنا انزيم الربط بيلعب اكتر من دور،
الدور الاولاني كان لدور انزيم الربط، دور مهم جدا في ربط قطع الدي ان ايه اثناء تضاعف الدي ان ايه، وده بيتم بشكل طبيعي. ايضا لانزيمات الربط دور في اصلاح عيوب الدي ان ايه باستبدال النيوكليوتيد التالفه بمكانها بنيوكليوتيدة سليمه، وده برضو بيتم بشكل طبيعي. ايضا في الهندسه الوراثيه استخدمناها في لصق اطراف لاصقه لدي ان ايه تم معاملته بانزيمات القصر من مصدرين مختلفين، وده اكيد هيكون بشكل صناعي مش بشكل طبيعي. طب عندنا سؤال اخر بيقول عند لصق جين ما بجزيء دي ان ايه بكتيري او بلازميد لابد ان يعامل اثنين بنفس انزيم القصر. لازم يعامل الاثنين بنفس انزيم القصر عشان يتعرف على نفس المواقع، وبالتالي هيقص عند نفس الاماكن او نفس النيوكليوتيدات، هيسيب نفس الاطراف اللاصقه، فنقدر عن طريق انزيم الربط نربط الاطراف اللاصقه دي ببعضها عشان يكون الدي ان اي او البلازميد معاد الاتحاد. عندنا سؤال اخر بيقول يتم ترجمه الام ار ان اي في اوليات النواه الى البروتين المقابل وما زال طرفه الاخر في مرحلة البناء، يعني لسه عملية النسخ شغالة وبيتم عملية الترجمة. الإجابة هنا وذلك لعدم وجود غشاء نووي يفصل الدي ان ايه عن السيتوبلازم، لذا تتم الترجمة أثناء عملية النسخ. عندنا سؤال آخر بيقول عند معاملة دي ان ايه بإنزيمات القصر تتكون أطراف مائلة مفردة الشريط. طبعا الاطراف دي مفرده الشريط، لان الشريط لانها لما عملت عمليه القصر او القطع دي فانا قطعت طبعا جزء من الشريط، يبقى لازم تكون مفرده مائله لاصقه علشان تتزاوج مع دي ان اي اخر او بلازميد اخر عمل بنفس انزيم القصر وترك نفس الاطراف المائله المفرده اللاصقه عشان يتم الارتباط بين الاثنين عن طريق انزيمات الربط وتتكون البلازميدات او الدي ان اي معاد الاتحاد. عندنا شريط امل هو عباره عن تتابعات من القواعد النيتروجينيه في احد شريطي جزيئ الدي ان ايه، واللي بيبتدي من 3 شرطه ل 5 شرطه، ومطلوب مننا اجابه عن 4 نقاط: ان انا اعمل لهذا الشريط شريط يتكامل معه من الدي ان ايه، وان انا اطلع من الشريط الاصلي شريط ام ار ان ايه، وبعدين احسب عدد الكودونات على الام ار ان ايه، واحسب عدد الاحماض الامينيه على الام ار ان ايه او من خلال كودونات الام ار ان ايه. نبتدي اول حاجه هنمليكي اللي هو 3 شرطه. اوكي انا اتفضل. تي اي سي جي اي اي سي تي اي جي تي اي 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 سي تي اي جي اللي جاي هو اخر كودون اي تي سي. تمام، احنا عارفين الجزء مش هيبقى باين لكن كلهم عارفين ازاي يقدر يشتغلوا بنفس التتابع. يلا هنعمل بقى الشريط الذي يتكامل مع هيبقى اي تي جي سي تي تي جي اي تي سي اي تي، مش كده؟ تمام، سي تي سي اي تي سي وتي اي جي وثلاثة شرط تي في تي تي سي قدامها اي اي سي يبقى تي تي جي. تمام يبقى احنا عملنا احد الشريطين وعملنا الشريط الذي يتكامل مع من نفس الشريط الاصلي، عايزين نطلع ام ار ان اي. تمام، يبقى اي يو جي هنبتدي ب 5 اي يو جي جي سي سي يو 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 بعدين جي اي يو يو سي سي اي يو 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 جي اي يو جي لا اي يو سي عشان تا تي اي جي يبقى اي يو سي. تمام اي تي سي معناها يو اي جي اخر واحد هتبقى يو اي جي. تمام وثلاثة شرط. تمام طيب خلاص خلصنا الاثنين. عدد الكودونات، عدد بقى الكودونات نعد 1 2 3 4 5 6 7. اذا عدد الكودونات 7 كودونات لكن عدد الاحماض الامينيه 6 احماض امينيه. السبب ان الكودون الاخير كودون وقف. تمام، هل ينفع يكون في كودون وقف في وسط السلسله؟ هيوقف. اذا مش هيديني مش هيديني المطلوب. بالظبط، هيوقف عمليه النسخ. يبقى يعني طفره
حدث التغير في قاعده نيتروجينيه كانت ترتب عليها انها اصبح قدون وقف، يبقى ده ادى الى تلف كل الشريط تقريبا او معظم باقي الشريط، لان مش هيكون البروتين اللي المفروض ان انا بكونه ان انا قطعت السلسله او ما كملتهاش. تمام، يبقى بصوره اخرى ده الشكل اللي انا جبناه مع استاذه امل من خلال الثلاث حلول اللي قدامنا، وعندنا الايه الثلاث حاجات دي ان اي ودي ان المكمل له والام ار ان اي. ماشي تمام. قبل ما ناخد السؤال دوت الاول ناخد شهد من اسكندريه، وشهد بقالها اسبوعين ثلاثه مش بتتصل. شهد ازيك؟ ازي حضرتك يا مستر عامل ايه؟ ربنا يخليك يا شهد، اخبارك؟ ازي حضرتك يا مستر عامل؟ الحمد لله انا كويس. ازيك يا ام، اخبارك؟ وحشتينا. الحمد لله وحضرتك والله وحشتيني. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك وانت طيبه يا شهد. سؤالك الاول. سؤال بيقول هو المفروض السيام ان ايه بيقرا شفره الاحماض الامينيه عشان ينقلها، والريبوسوم بينقل شفره الاحماض الامينيه عشان يترجمها. طب دلوقتي لو قال لي من ايه اللي بيقرا شفره الاحماض الامينيه، الريبوسوم ولا السي ار ان ايه؟ تاني بقى السؤال تاني، انت قلت الجزء الاولاني الريبوسوم بيعمل ايه؟ الريبوسوم بيقرا شفره الاحماض الامينيه. بيقرا شفره الاحماض الامينيه على الام ار ان اي. وايه تاني بقى؟ والتي ار ان اي بيقرا شفره الاحماض الامينيه عشان ينقلها. والتي ار ان اي بيقرا شفره الاحماض الامينيه بمساعده الريبوسوم. نعم. طب دلوقتي لو سالنا مين اللي بيقرا شفره الاحماض الامينيه، نقول التي ار ان اي ولا الريبوسوم؟ بص، عمليه الترجمه بتتم باكثر من شكل او باكثر من مرحله. ارتباط الام ار ان اي بتحت وحده الريبوسوم كان الهدف من الارتباط ان تبرز القواعد النيتروجينيه للخارج مما يسهل على التي ار ان اي ان يقوم بنقلها او يقوم بقراءتها او ترجمتها. نمره اثنين، ان لما ارتبطت القطع اول حاجه اللي ارتبط قبل ما تاتي القطعه الكبرى اتى الار ان اي الناقل حامل الحمض الاميني الاول اللي هو الميثونين، وارتبط مضاد الكودون مع اول كودون، يبقى التي ار ان اي يشارك مع الريبوسومات في ترجمه الام ار ان اي. مش كل واحد اقدر اقول ده ولا ده، مش لازم يكون واحد بس، لكن ممكن اقول يشارك في عمليه تخليق البروتين او ترجمه الشفره او قراءتها الى احماض امينيه اللي بيساهم فيها وحدات الريبوسوم وايضا التي ار ان اي. طب لو قال لي اختار اقول ايه؟ ما ينفعش اختار، مش هيقول لك اختاري طبعا في السؤال، لان هم الاثنين بيشاركوا. التي ار ان اي علينا؟ نعم، رسمه التي ار ان اي علينا. رسمه التي ار ان اي التي ار ان اي مش من الرسومات المطلوبه انك ترسميها، لكن تجي لك مرسومه واسالك عليها. تمام يا مستر، شكرا. حاجه تانية يا شهد؟ لا شكرا. اشكرك، كل سنه وانت طيبه يا شهد. عندنا سؤال بيقول الشكل المقابل يوضح احدى تقنيات الهندسه الوراثيه، وضح ما الانزيمات المستخدمه في اجراء هذه التقنيه؟ التقنيه اللي قدامي دلوقتي، ايه نوع التقنيه او نوع الانزيمات المستخدمه هنا؟ كم انزيم؟ هو انا هنا بعمل بلازمات معالج اتحاد، يبقى انا هستخدم انزيم الكسر عشان اعمل قطع، واعمل واستخدم انزيم الربط عشان يربط القطع. طب لو اداني عده نسخ من خلال جهاز البي سي ار، يبقى انا محتاج انزيم ثالث بقى عشان اطلع عده نسخ، يبقى انا عايز كمان تاج بي سي ار، يبقى انا عندي تاج بوليميريز. طيب ما اهميه هذه التقنيه؟ الاميت التقنيه دي ان انا بيها بستنسخ جزيئات من الدي ان اي، عندي قطع دي ان اي عايز اعمل منها نسخ كتيره، فانا بستنسخ قطع من الدي ان اي. كيف استخدمت في مجال العلاج؟ طبعا الاستخدام في مجال العلاج كان من خلال علاج انتاج الانسولين البشري من خلال تسخير البكتيريا او الفطر الخمير، ان انا بحصل على جين الانسولين من خلايا او بحصل على الام ار ان اي من خلايا نشطه من بيتا مثلا، وبعدين بواسطه انزيم النسخ العكسي بحصل على الدي ان اي، وبعدين انزيم البلمره بعمل الشريط الذي يتكامل معه، وبعدين انزيم القصر عشان اقطع جزئي الدي ان اي بحيث احصل على الجين كاملا، وبعدين الصقه بانزيمات الربط مع الاطراف اللاصقه اللي عملتها مع البلازميد، وارجع البلازميد الى البكتيريا او الى فطر الخميره، ستصبح البكتيريا او فطر الخميره كل منهما قادرة على إنتاج الأنسولين
البش. دي احدى الطرق، في طريقه طبعا بنفس الاسلوب لانتاج الانترفيرون، وان كانت التقنيه هنا كانت اصعب لان في عدد اكبر من جينات الانترفيرون مش زي الانسولين جين واحد فقط. معايا مريم. مريم ازيك؟ مريم مناصر، كل سنه وانت طيبه يا مريم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه ودايما بخير يا رب. كل سنه وانت طيبه يا ميس امل. وانت طيبه يا مريم، كل سنه وانت طيبه يا رب، السنه الجايه تكوني دخلت الكليه اللي بتأمليها يا رب. ان شاء الله يا ميس، ربنا يخليكي. ان شاء الله. معايا ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، ما مدى صحه العباره التاليه مع التفسير؟ ما مدى صحه العباره التاليه مع التفسير؟ اول سؤال بيقول لي كل الهرمونات مواد بروتينيه. كل الهرمونات مواد بروتينيه. السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي يزداد افراز هرمون البروجسترون عند المراه الحامل. يزداد افراز هرمون البروجسترون عند المراه الحامل في توأم غير متماثل عن المراه الحامل في توأم متماثل. في توأم غير متماثل عن المرأة الحامل في توأم متماثل. ثالث سؤال. السؤال الثالث بقى زي مسألة. ها. بيقول لي جزيء دي ان ايه يتكون من 200 لفة. جزيء دي ان ايه يتكون من 300. من 200 لفة. 200 لفة. ويحتوي على 600 نيوكليوتيدا. من اي نوع ال 600 نيوكليوتيدا دي؟ دي من جوانين. من الجوانين. ايه المطلوب؟ في ضوء ذلك احسب واحد عدد نيوكليوتيدات جزيء الدي ان ايه. عدد نيوكليوتيدات الدي ان ايه 2. 2 بيقول لي عدد نيوكليوتيدات السايمين. عدد نيوكليوتيدات السايمين. اطلب طلب؟ اطلبي يا مريم. انا يا مستر بتلخبط شويه في المسائل بتاعت الار ان ايه، ممكن تعمل لنا حلقه نلم بيها الار ان ايه مع الدي ان ايه كلها مع بعضيهم في حلقه واحده؟ حاضر يا مريم، اوعدك ان يكون في حلقه خاصه بالتطبيقات على الدي ان ايه والار ان ايه واللي بيطلقوا عليها انتوا بقى مسائل، احنا هنعمل عليها مجموعه متنوعه نحل لكم بيها كل الحاجات اللي ممكن تتوقع. وممكن برضو كمان نقول يعني على ميعادها في الحصه اللي قبليها بحيث ان احنا نكون عارفين. حاضر. خلاص معايا، شكرا خالص يا مستر، ورمضان كريم عليك وعلى كل الناس. الله اكرم، واشكرك يا مريم على جمالك وتهنئتك. يا مستر يلا بعد اذنك. سلام يا مستر. مع السلامه. سلام. مريم عندها ثلاث اسئله استاذه امل. ما مدى صحه العباره التاليه مع التفسير؟ كل هرمونات مواد بروتينيه. العباره خاطئه لان في بعض انواع الهرمونات اللي بتنتج من قشره الغده الكظريه احماض دهنيه او استرويدات. اثنين يزداد افراز هرمون البروجسترون في المرأة الحامل في توأم غير متماثل عن المرأة الحامل في توأم متماثل. العبارة صحيحة لأن المرأة الحامل في توأم غير متماثل تملك مشيمتين إذا كان الجنين في أي مرحلة. إذا كان الجنين متآخي يبقى أنا عندي كل واحد له كيس جنيني منفصل ومشيمة منفصلة، يبقى كل هو بتنتج البروجسترون، يبقى في مشيمتين في حالة التوأم الغير متماثل بينما لم تكن هناك سوى مشيمة واحدة في حالة التوأم المتماثل، وذلك لأن في الحالة الأولى تنتج عن بويضتين بينما في الحالة الثانية تنتج عن بويضة واحدة. عندي سؤال آخر من مريم، بتقول جزيء دي إن إيه بيتكون من 200 لفة يحتوي منهم على 600 نيوكليوتيد المطلوب. أستاذة أمل، عدد نيوكليوتيدات الدي إن إيه تصبح كام بما إنهم 200 لفة؟ 200 لفة يبقى أنا هضرب في 20 علشان أجيب على الشريطين هيطلع معايا 4000. هنضرب 200 في 20 4000. 4000 طيب بقينا عندنا 4000 منهم 600 من الجوانين، يبقى 600 زيهم، في 600 زيهم سيتوزين، يبقى 1200 يفضل 2800 على الاثنين، يبقى 1400 بالظبط. يبقى اذا الثيمين هو 1400. يا مريم بشكرك على اتصالك. معايا محمد من البحيره. محمد ازيك؟ الحمد لله يا مستر، كويس. انت طيب؟ وانت طيب؟ انت بتقولها بسرعه قبلي عشان ما اخدش انا الثواب. ماشي ماشي ماشي. هنا قول عندنا ما مدى صحة العبارة، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ مع التفسير يمكن لهرمون واحد، يمكن لهرمون واحد أن يؤثر في أنسجة مختلفة من الجسم، على أنسجة مختلفة
من الجسم. ايه تاني؟ بس اشكرك يا محمد، تقدر تسمعني من التلفزيون. بشكر محمد على اتصاله. محمد بيقول العباره دي صحيحه، يمكن الهرمون واحد ان يؤثر على انسجه مختلفه من الجسم؟ اه طبعا ممكن، لان عندي هرمون الاي دي اتش كان بيأثر على نفرونات الكلى فيعيد امتصاص الميه المضاد لادرار البول، وكان برضو بيأثر في الاوعيه الدمويه وسميناه هنا الفي اتش عشان يعمل انقباض للاوعيه الدمويه. وعندي برضو هرمون تاني اللي هو الاوكسيتوسين او القابض لجدران الرحم، كان بيأثر على جدران الرحم فيعمل على انقباضها وسرعة او بيساهم في خروج الجنين، وبرضه كان بيأثر على الغدد الثدييا علشان يجر اللبن استجابة لعملية الرضاعة. يبقى ممكن هرمون واحد يأثر في اكتر من نسيج. تمام. كان في سؤال للطلبة، هم عايزين يتعرفوا على اسم الانزيم ونوع الروابط اللي بيشتغل عليها، سواء كان بيكسرها سواء كان بيكونها. فاحنا عندنا 9 انزيمات، فاحنا هنحاول ناخد انزيم انزيم كده ونشوف كل انزيم من الانزيمات ديت ايه بالظبط دوره في تكسير كسر يعني ولا بناء روابط جديده. فلما هبتدي باول هرمون استاذ امل ونكتبه مع بعض، ديوكسي ريبو نيوكليز، ده كان اول انزيم. ده على فكره قصاده اكتب كسر روابط تساهميه وهيدروجينيه، يبقى ده بيكسر روابط تساهميه بين النيوكليوتيدات وبعضها والروابط الهيدروجينيه بينه ايضا القواعد وبعضها. ماشي. ده اول انزيم. تاني انزيم اسمه اللولب، قصاده كسر روابط هيدروجينيه فقط. يبقى اللولب هنا كسر روابط هيدروجينيه فقط مش اي رابط تاني. طب لو قلت بعد اللولب قلت البلمره، هنا مفيش كسر بقى بالعكس، هنا تكوين وبيكون روابط تساهميه وهيدروجينيه الاثنين. البلمره لما بيجي يبني بيربط القاعده اللي قدامها برابطه هيدروجينيه وبعدين يربط اللي بعدها برابطه تساهميه، يبقى طريقه البناء من خلال تكوين كلا نوعي الروابط. تمام. 4 الربط. انزيم الربط هنا انزيم لعب دورين مهمين جدا سواء هنا او هنا، بس ليه دور في تكوين روابط تساهميه وهيدروجينيه، يبقى تكوين روابط تساهميه وهيدروجينيه. وضح الدور ده امتى؟ لما كان بيشيل نيوكليوتيده تالفه ويحط مكانها نيوكليوتيده سليمه، يبقى لازم يربط الاثنين ببعض التساهميه ولازم يربط باللي قدامه بالهيدروجينيه. 5 كان عندي من ضمن الانزيمات بلمره الار ان اي. هنا بلمره الار ان اي بيعمل شيت مفرد مش مزدوج، وبما انه بيعمل شيت مفرد بيعمل روابط تساهميه فقط، يبقى تكوين روابط تساهميه فقط. يبقى الفرق بين البلمره بتاع الدي ان اي وبلمره الار ان اي ان بلمره الدي ان اي يعمل تساهميه وهيدروجينيه، لكن بلمره الار ان اي بيعمل تساهميه فقط لان الشيت هنا مفرد. تمام. طيب ناخد محمد من الاقصر وناجل، احنا وصلنا لغايه بلمره الار ان اي انزيم. يبقى نكمل الباقيين بس نشوف محمد. محمد ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. كنت عايز اسال بس في سؤال، قال كان بيقول يتغير طول المنطقه المضيئه، طول يتغير المضيئة. طول المنطقه المضيئه اثناء الانقباض، اثناء الانقباض بينما يظل طول المنطقه الداكنه كما هو، بينما تظل طول المنطقه الداكنه كما هي. في حاجة تانية يا محمد؟ لا تمام. أشكرك يا محمد على اتصالك، تقدر تسمعني من التلفزيون. سؤال محمد بيقول يتغير طول المنطقة المضيئة أثناء الانقباض بينما تظل المنطقة الداكنة كما هي. الإجابة في نقطتين. النقطة الأولانية، هو مين اللي بيتحرك ومين الذي لا يتحرك؟ طبعا خيوط الأكتين هي خيوط الأكتين هي التي تحركت وحركتها أثرت على المنطقة المضيئة التي كانت تحدثها وبالتالي قللت من حجمها. بينما المنطقة الداكنة اللي بتتكون من خيوط الميوسين، خيوط الميوسين غير متحركة ولكنها تنشأ منها روابط مستعرضة بس، إذن عدم حركتها لم يغير من حجمها. نرجع تاني لمجموعة الإنزيمات اللي احنا كنا ابتديناها، كنا قلنا ديوكسيريبونوكليز ولولب وبلمرة وربط وبلمرة ار ان اي، وانا عارف ده امر مهم بالنسبة لكم. سادس انزيم من هذه الإنزيمات، تعال نشوف انزيم القصر. يبقى القصر كان بيكسر مين؟ كان بيكسر عند مواقع محدده بس برضه تساهميه وهيدروجينيه بس مواقع محدده. كسر
روابط تساهميه وهيدروجينيه. تقول لي طب ايه الفرق بين القصف وبين ديوكسيد النيتروجين؟ عند مواقع محدده. ده هنا عند مواقع محدده بالظبط. تمام. نمره 7، في انزيمات معدله. انزيمات معدله هنا كانت بتضيف مجموعات ميثايل الى مواقع التعرف عند النيكلوتيدا، يبقى كانت بتبني رابطه تساهميه ما بين مجموعه الميثايل وما بين النيكلوتيدا اللي موجوده معايا، يبقى تكوين رابطه تساهميه. وعارفين بين مين ومين؟ بين نيكلوتيدة الدي ان ايه وما بين مجموعه الميثايل. 8، انزيم اسمه النسخ العكسي. نسخ عكسي بيكون ايه؟ بيكون شريط مفرد من الدي ان ايه، شريط مفرد من الدي ان ايه وليس مزدوج. يبقى فقط تكوين رابطه تساهميه فقط. ليه فقط؟ لانه لا يكون جزيء دي ان ايه مزدوج، بيكون هو شريط مفرد. تمام. اخر انزيم من الانزيمات التسعه الموجوده كان اسمه تاك بوليميريز. تاك بوليميريز جت سيرته لما قلنا بنضع قطعه الدي ان ايه المراد استنساخها داخل جهاز البي سي ار، وهل بس كده ولا لازم احط مجموعه نيكلوتيدات جوه من الادينين والجوانين؟ هو هيكون دي ان ايه منين؟ لازم يكون عنده الوحدات بتاعه البناء، ولانه هيكون دي ان ايه مزدوج يبقى المطلوب منه ان يكون روابط تساهميه وايضا يكون روابط هيدروجينيه. يبقى تكوين روابط تساهميه وهيدروجينيه. وبالتالي اقدر استفيد ان تاك بوليميريز عكس انزيم القصف، اسف، عكس انزيم ديوكسرايبونوكليز. عارفين ليه؟ انزيم ديوكسرايبونوكليز كسر الدي ان ايه الى وحدات اسمها نيوكليوتيدات. مين اللي اعادات اللي اعاد هذه الوحدات وجمعها مع بعض وكوني دي ان ايه مزدوج؟ اذا اقدر اقول ان الديوكسرايبونوكليز يعمل عكس التاك بوليميريز. تاك بوليميريز بيبني دي ان ايه من وحداته، بينما الديوكسرايبونوكليز بيحلل دي ان ايه الى وحداته. اظن بعد التقسيمه دي ودور كل انزيم قدرت تعرف عمل كل انزيم من الانزيمات. معايا الاء من الشرقيه. الاء ازاي؟ كل سنه وانت طيبه. حضرتك انت اهي. الاء ازيك، اخبارك؟ الحمد كل سنه طيبه حبيبتي. من حال طيبه. الله يخليك. كان عندي بس ممكن سؤال كده. قولي سؤالك. مدى صحه العباره؟ ما مدى صحه العباره التاليه مع التفسير؟ زياده وجود ماء بالجسم يعمل على رفع ضغط الدم. زياده وجود الجسم. زياده هرمون. وجود ماء بالجسم. زيادة الماء؟ اه. زيادة الماء في خلايا او في الجسم يعمل على ضغط الدم. يعمل على زيادة ضغط الدم. ضغط الدم. سؤال تاني. سؤال التاني. تصفية الالياف العضلية. ايه ده؟ مش عارفة ايه. تصفية الالياف العضلية. مش سامع. تتصل الالياف العضلية. تتصل. تتصل الالياف العضلية. بألياف عصبية. بألياف عصبية. حرقية فقط. بألياف عصبية. حرقية فقط. ايه؟ حرقية فقط. حلقية. حرقية. ألياف عصبية حرقية فقط. تمام. سؤال تاني برضو. سؤال تالت. كله ما مدى صحة العبارة ولا في تغيير؟ لا، في واحد تاني غير. أيوة. شخص يعاني. شخص يعاني. من تكرار مرات التبول. من تكرار عدد مرات التبول في اليوم الواحد. في اليوم الواحد. مع اعتدال. مع اعتدال. اعتدال نسبة السكر في الدم. نسبة السكر في الدم. كيف يمكنك؟ ها؟ كيف يمكنك؟ كيف يمكنك تشخيص حالته؟ تشخيص حالته سليم سكر يعني. اشكرك. اشكرك يا الاء على اتصالك. بس كان عندي حاجه، في واحد كان لسه سال سؤال، او واحد بيقول يمكن الهرمون الواحد يعني يؤثر على اكثر من خليه في الخليه. لا، اكثر من خليه. هو انا ينفع اقول هرمون الكولاجون والانسولين هم بيقدروا ياثروا على خليه الكبد؟ طيب، هنا انت خدتي سؤالك بشكل اخر. هو كان سال هرمون واحد بيأثر على نسيجين، انت عكستي. انت بتقولي دلوقتي هرمونين اتنين بيأثروا على نسيج واحد. اللي انت هتجاوبيه دلوقتي هرمونين اتنين يعملان على نفس النسيج، على نسيج واحد او خلية واحدة.
يبقى سؤالك غير سؤاله. هل يمكن لهرمونين مختلفين ان يؤثران على نفس الخليه؟ الاجابه اه، زي ما سعادتك قلت كده، الجلوكاجون والادرينالين والانسولين جميعهم يعملوا على خليه واحده من خلايا الكلى. مش الانسولين ينفع برضه يأثر على خلايا مختلفه؟ اه طبعا يعني بينفع. لكن لو هو كان سؤاله عايز هرمون واحد يؤثر على انسجه مختلفه، اكبرهم هو البروجسترون يعني. تمام. والاي دي اتش. طب عندي سؤال اخير بس علل. اتفضلي. يحب مرض البول السكري؟ ماله تاني؟ قولي تاني. يحد مرض البول. يحد مرض البول السكري. مرض البول السكري من تأثير الهرمون. من تأثير هرمون المضاد. المضاد لإضرار البول. ايوه. تمام تمام ماشي. اشكرك اشكرك يا لا، وخدت يعني حقك مضاعف. السؤال الاولاني تسمعيني بقى من التلفزيون. ما مدى صحة العبارة التالية مع التفسير زيادة هرمون او زيادة المية في الجسم تعمل على زيادة ضغط الدم؟ اكيد طبعا لما عشان عشان هرمون الاي دي اتش، ولما بيزيد كمية المية في الجسم ده بالتالي يبقى الاي دي اتش هيبدا يفرز عشان يعيد امتصاص المية، وبالتالي احنا بنقول عليه المضاد لإضرار البول. ما هو اسمه المضاد لإضرار البول، يبقى انا مش عايز يحصل له إضرار للبول، فيبدا الاي دي اتش يشتغل علشان يعيد امتصاص المية، بس هيعيدها هتروح على فين؟ اولا العباره هيرفع الاي دي اتش. العباره يعني العباره عايز اقول بس حاجه، انه لو قلت زياده الميه في الجسم يعمل على زياده ضغط الدم، العباره خطا وليست العباره صحيحه. طب امتى تبقى العباره صحيحه؟ لو العكس. لو شلت كلمه زياده وخليت نقص، لو قلت نقص الماء في الجسم يعمل على زياده ضغط الدم، لان كل ما ينقص الميه في جسمي يزيد الاي دي اتش عشان يلحق يجيب لي ميه من مكونات البول قبل خروجها من الفرات ويعيدها تاني للدم. اذا لو انت عايزه سؤالك كما هو، العباره خطا وليست العباره صحيحه. تمام، العباره كده خطا. تمام. متى تكون صحيحه؟ لو غيرت كلمه زياده وخليتها نقص. تمام. السؤال الثاني، يتصل الالياف العضليه بالياف عصبيه حركيه فقط ولا ممكن تتصل بالياف عصبيه حسيه؟ ممكن. العباره خطا. ممكن تتصل بالياف عصبيه آسف، حسيه. اسف اسف اسف، العباره صحيحه. انا اقول اللي انا فاهمه هو الغلط، او اللي انا كنت اقوله هو الغلط. العباره صحيحه، الالياف العضليه لا تتصل الا بالياف عصبيه حركيه، لان الالياف العصبيه الحركيه غير الالياف العصبيه الحسيه، ودي في ثانيه سنه. الحركيه بتتصل بحاجتين اتنين، بعضلات وغدد. طب والحسيه؟ لا، بتتصل بالنهايات العصبيه المتصله باعضاء الحس زي بشره الجلد. تعرفين بشرة وأدمة، بشرة ما فيهوش موجود فيها نهايات عصبية، بس الأدمة تحتها فيها نهايات عصبية، والأدمة ليست نسيج عضل. نيجي مثلا نقول العين، نيجي نقول كل ما هو أعضاء استقبال للسيال العصبي هي المتصل بها تفرعات لخلايا بيسموها حسية. إذا أما يقول العبارة تتصل الألياف العضلية بألياف عصبية حركية فقط، العبارة صحيحة. العبارة صحيحة. عشان تكون تشابك عصبي عضلي وتعمل وحدات حركيه تساعد على حركه الايه العضلات باوامر من المخ. سؤال الاخر بيقول، شخص يعاني من تكرار عدد مرات التبول في اليوم الواحد مع اعتدال نسبه السكر في الدم. طالما سكره سليم وعنده عدد مرات التبول، ده يرجع الى ايه؟ الى ممكن يكون عنده خلل في افراز هرمون الاي دي اتش. بيحد مرض البول السكري من تأثير هرمون المضاد لإضرار البول. احنا عارفين ان مريض البول السكري بيخرج كمية سكر مع البول بكميات كمية بول كتير جدا، او كمية مية يعني كتير جدا، ويؤدي ذلك الى تناقص كمية المية. بالعكس، ده مريض السكر هيبتدي ينشط عنده الاي دي اتش عشان يعيد بعض من المية مرة اخرى الى الدم. معايا اسراء. اسراء ازيك؟ ازيك يا مستر؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ انا بخير، كل سنه وانت طيبه يا اسراء. وحضرتك طيب؟ ازيك يا مس امل؟ ازيك يا اسراء؟ اخبارك واخبار المذاكره معاك؟ الحمد لله. ما توطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك كويس. حاضر، ثواني يا مس. الحمد لله. وطي التلفزيون عشان نعرف. شفتي بقى؟ حاضر،
انا اسف. هو انت كنت بتعلي التلفزيون ولا بتوطيه؟ لا كنت بوطيه بس انا رحت بقوله سؤالك. سؤالك الاولاني يا اسراء. بيقول لي علي لا يصلح لاستجابه المناعيه الثانويه. لا يصلح للاستجابه المناعيه. لا يصاحب الاستجابه. ايه؟ لا يصاحب الاستجابه المناعيه. لا يصاحب الاستجابه المناعيه الثانويه اعراض للمرض. ظهور اعراض للمرض. تمام، ايه تاني؟ بيقول لي فسر لا تهاجم انزيمات القصر البكتيريه حمض الدي ان ايه الخاص بالخلايا البكتيريه. لا تهاجم انزيمات القصر البكتيريه الدي ان ايه الخاص بالبكتيريا. وفي سؤال في كتاب المدرسه انا ما فهمتوش بس يعني عايزه حضرتك تفهمهوني. حاضر حاضر يا استاذ. بيقول في البكتيريا، في البكتيريا، البكتيريا بتتم عملية النسخ وعملية الترجمة في آن واحد. عملية النسخ وعملية الترجمة في آن واحد. بسبب عدم وجود غشاء نووي يحيط بمادة بالمادة الوراثية. بسبب عدم وجود غشاء نووي يحيط بالمادة الوراثية. هو بيقول لي العبارات اختيارات. العبارتين صحيحتيان وتوجد علاقة بينهم. تمام. ولا العبارتين صحيحيتان ولا توجد علاقة بينهم. والعبارتين خاطئتان ولا العبارة الأولى صحيحة والثانية خاطئة ولا العبارة الأولى خاطئة والثانية صحيحة. أشكرك يا إسراء. أشكرك على الثلاث أسئلة بتوعك وأجاوبهم لك. تسمعيني من التلفزيون ماشي؟ حاضر شكرا. علي التلفزيون بقى. سؤال السؤال الأولاني بيقول ليه الاستجابه المناعيه الثانويه لا يصاحبها اعراض للمرض؟ لان الاستجابه المناعيه الثانويه بتعتمد على وجود خلايا الذاكره اللي عندها معلومات مسبقه عن المرض ده والوجود او تعرف على انتيجيناته، فبالتالي بتتم المواجهه بشكل اسرع من خلال ان لما بيتم تنشيط الخلايا البائيه الذاكره بتنقسم لتعطي بائيه بلازميه مثلا لو افترضت انها بائيه وخلايا ذاكره، كاني بجدد ذاكره الخلايا الذاكره فتقدر تواجه المرض بسرعه فتره زمنيه اقل مع عدم ظهور الاعراض. لا تهاجم انزيمات القصر البكتيريا دي ان ايه الخاص بالبكتيريا. انتم عارفين طبعا ان هذه البكتيريا تستطيع ان تقوم بافراز انزيمات اخرى اسمها انزيمات معدله، تضيف مجموعات ميثايل الى مواقع التعرف على الجين البكتيري فتمنع انزيمات القصر ان تتعرف على هذه المواقع فلا تقطع عليها او تقطع عندها. السؤال الثالث بيقول بتاع اسراء، بيقول في جملتين وانا عايزكم برضه تبقوا معايا فيها. في البكتيريا بتتم عمليه النسخ وعمليه الترجمه في ان واحد، طبعا العباره صحيحه، وبسبب بيفسر بقى ليه عدم وجود غشاء نووي يحيط بالماده الوراثيه، العباره الثانيه صحيحه، ولولا العباره الثانيه ما كانت العباره الاولى، يبقى بينهما علاقه، يبقى الاختيار العبارتان صحيحتان وبينهما علاقه. نرجع لاسئلتنا اللي احنا كنا بنشتغل عليها. بيشترك 15 نوع من الاحماض الامينيه في بناء عديد بيبتايد مكون من 300 حمض اميني يوضح. عدد القواعد النيتروجينيه اللي موجوده في الام ار ان اي 2. عدد الكودونات في الام ار ان اي. عدد القواعد النيتروجينيه في الام ار ان اي انا معايا 300 حمض اميني، يعني ب 300 كودون هزود معاهم واحد وقف، يبقى انا معايا 301، هرجعهم تاني قواعد يبقى هضرب في 3، يبقى يطلع معايا 903 قاعدة نيتروجينية على الـ mRNA. عدد الكودونات في الـ mRNA أنا معايا 300 حمض أميني، يبقى أنا كودوناتي 301. عدد كودونات الـ mRNA 301، عدد القواعد 903. طيب أقل عدد بقى من الـ tRNA لازم لبناء عديد بيبتايد لنفس السؤال السابق. تمام. كام؟ 15 نوع. 15 نوع. أول حمض أميني يدخل في بناء سلسلة عديد بيبتايد. الميسونين طبعًا. نوع الرابطة اللي بتنشأ بين الأحماض الأمينية وبعضها. رابطة ببتيدية. رابطة ببتيدية. اذكر اسم انزيم مستخدم في الحالات التالية. انزيم يعمل على تكوين ام ار ان اي من أحد شريطي الدي ان اي. ده انزيم بالمرت الام ار ان اي. انزيم يعمل على تكوين شريط دي ان اي من ام ار ان اي. انزيم النسخ العكسي. انزيم يعمل على تحليل دي ان اي تحليلا كاملا. طبعا انزيم ديوكسي رايبو نيوكليز. انزيم يعمل على فصل شريطي الدي ان اي عن بعضهما. ده انزيم اللولب عن طريق كسر الروابط الهيدروجينيه. انزيم يعمل على تكوين شريط دي ان اي جديد في اتجاه من 5 شرطه الى 3 شرطه. انزيم البلمره.
انزيم يعمل على تكوين نسخ عديده من الدي ان ايه في فتره زمنيه قصيره ويعمل في درجات حراره مرتفعه. ده انزيم اتاك بوليماريز. ماذا يحدث في الحالات التاليه؟ غياب انزيم اللولب من نواه خليه، لو ما فيش انزيم لولب ده كله يحصل انه تتوقف عمليه تضاعف الدي ان ايه، تتوقف عمليه انقسام الخلايا، يتوقف عمليه نمو وتعويض الخلايا، وقد يؤدي ذلك الى الموت. اثنين، معامله القمم الناميه للنبات بماده الكولشيسين. هنا تحدث طفره مستحدثه، الخلايا القمم الناميه دي هتذبل وتموت، ولكن هتطرق الخلايا التي اسفلها بعدد مضاعف من الصبغيات، ودي كانت من اليات عمل الطفرات المستحدثه. اختفاء الجينات المسؤوله عن نسخ الار ار ان ايه، لو اختفت لن يتكون الريبوسومات ولن تتكون البروتينات، يبقى لا الريبوسوم هيتكون ولا البروتينات هتتكون. لو غاب مضاد الكودون من التي ار ان ايه، بالتالي لن يحدث تزاوج او ارتباط بين التي ار ان ايه والام ار ان ايه لعدم وجود المضاد، فبالتالي لن يدخل الحمض الاميني الى موقعه في سلسله عديد البيبتايد. لو احتوى سيتوبلازم الخليه على انزيم ديوكسيريبونوكليز، احنا عارفين ان السيتوبلازم لا يحتوي على دي ان ايه، فلا يؤثر على الار ان ايه او البروتين الموجود داخل هذا السيتوبلازم. لكن لو كان السيتوبلازم ده في خليه بكتيريه، لا بالطبع هيحصل تحلل للدي ان ايه، فاحنا هنعتبر ان الجزء دي خليه من الخليات حقيقيات النواه، وهنجاوب الاجابه النموذجيه بتاعتها اللي هي لن يؤثر ديوكسيريبونوكليز لا على الام ار ان ايه او الار ان ايه الموجود في السيتوبلازم ولا يحلل البروتينات. غياب مجموعه الميثايل من البكتيريا المصابه بالفيروس. يبقى هنا انزيمات المعدله لن تستطيع تعديل الماده الوراثيه بتاعتها، وبالتالي هتكون اكثر عرضه لانزيمات الكسر التي تعمل على تحطيمها، مما قد يؤدي الى هلاك الدي ان ايه الخاص بالخليه. تناقص عدد جينات المسؤوله عن بناء الريبوسوم في الخليه اكيد هيؤدي ذلك الى تناقص انتاج الريبوسومات، ولما يتناقص انتاج الريبوسومات اكيد هيتناقص انتاج البروتين. مع اخر سؤال في حلقه اليوم، بيقول حدوث خلل اثناء نسخ الام ار ان ايه نتج عنه اختفاء الكودون ايو جي. طبعا ايو جي ده كودون البدء، ده معناه ان عدم وجود كودون البدء يبقى عدم بدء تخليق البروتين، فبالتالي هتتوقف اليه او هتتوقف عمليات تخليق البروتين لعدم وجود كودون البدء. بكده اعزائي الطلبه نكون فعلا انتهينا من عدد كبير جدا من الاسئله، واتمنى تكونوا استفدتوا من الاسئله واجابتها، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله نلتقي على خير في حلقات قادمه. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.